هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لكيما نفرح ونبتهج فيه. قد ايه احنا بنشكر الرب كتير لاجل حضور الرب اللي في وسطنا. واحنا النهارده بنقول للرب احنا بندعوك يا رب انك تيجي تعمل عمل عظيم في حياتنا. كم حد النهارده منتظر الرب بقوه؟ تعالوا يا شباب في بدايه الاجتماع الجميل ده، تعالوا واحنا بنحيي الرب في بدايه الاجتماع، واحنا وقوف، واحنا تعالوا واحنا بنصلي واحنا بنتعبد للرب، تعالوا واحنا بنعبد الرب النهارده بطيبه قلوبنا، تعالوا ونحن حرين في الروح نعبد الرب، تعالوا ننتهر كل اعمال عدو وكل بر ضدنا، كل آلة صورت ضدنا لا تنجح. يا شباب تعالوا نصلي ونعلي صوتنا قدام الرب سيد الارض كلها، للرب الارض وملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها، نهتف للرب بصوت حمد. تعالوا يا شباب اهتفوا للرب يا كل الارض، ادخلوا ابوابه بحمد دياره بالتسبيح، احمدوه بارك اسمه، لان الرب صالح الى الابد رحمته والى دور فدور امانته. يا رب النهارده ندخل ديارك بحمد، ابوابك بالتسبيح يا رب. احنا جايين النهارده نعبدك بالروح والحق، لانك طالب مثل هؤلاء الساجدين لك بالروح والحق. يا رب رش دمك على هذا الاجتماع يا رب، رش دمك على كل الشباب يا رب، كل الشباب اللي جايين اليوم منتظرين كلمة منك. تعالى يا رب ما تحرمناش النهاردة من حضورك القوي يا رب، تسبيح مليان بالنعمة، مسحة يا رب على العزف وعلى عبدك من يرنم أخويا ديفيد يا رب، وعلى الأجهزة وأخويا يا رب مدحت والخدمة يا رب. بنصلي لأجل كل الفريق، بنصلي لأجل هذه المنطقة، تعالى بزيارة خاصة. يلا يا شباب نعلي صوتنا قدام الرب، زورنا النهاردة زيارة خاصة يا رب، احنا كلنا في انتظارك، كلنا في انتظارك. تعالى أحبائي وإحنا بنتعبد للرب مع أخويا ديفيد، وإحنا النهاردة بندخل حضرة الرب وإحنا بننشد للرب النهاردة بكل قلوبنا، وقلوبنا مفتوحة أول للرب. وتوقع النهاردة زيارة خاصة، مفيش أعاقة من عدو كل بر، مفيش تعطيل من عدو كل بر. النهاردة ليك زيارة من عند الرب، رب يزورك ورب يزورك النهاردة. ملكك ملك كل الدهور وسلطانك
شاور عليه قول له انت صالح، انت صالح للكل. هاليلويا هاليلويا، صخرة خلاصي، صخرة خلاصي، حافظ العهد والأمانة، لا تنكر نفسك، رافع رأسي.
بالحمد لك والدعاء. انت الاله اللي قل يسوع. نعم يا رب انتظرينا. نترجى امنحنا صلاة ملناش غيرك. انت إلهنا الحي بنترجى. جايين نحمي قلبك بابا الكل. يلا بصوت واحد مع بعض. يا إلهنا حرر وحل من كل ربط الخطية وامسك ايدين اللي ذل ولا تنساش اللي فات. يا إلهنا حرر وحل وامسك ايدين اللي ذل ولا تنساش اللي فات. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتردى. جايين نحيي قلبك بابا ترجى. يا أبانا توبنا ليك فد علينا بنعمة تخلي شوقنا إليك. متشوقين يا رب نشوفك. يا أبانا توبنا ليك فد علينا بنعمة قلبك بابا الكل. نحن صلاة ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنتركك. امنحنا صلاة عدي وزور اللي مل واشفي المطروح ويكون صدق انك شفاء. عدي وزور اللي مل او كل تحت المرض واشفي المطروح ويكل. اخر عدد عز المحزون. عز المحزون وزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يعيد. البسمة فوق الشفاء. عز المحزون ويزيد منسوب الفرح له ده مفيش غيرك يعين. البسمة فوق الشفاء. ملناش غيرك انت إلهنا الحي بنترجى. صباح مرتاح بعلن مبتدأ الأفراح. من قلبي اللي صباح مرتاح بعلن مبتدأ الأفراح. أيوة أنا دقت إزاي أيوة أنا دقت إزاي قدام طهران أحزاني بيك أفراحي بدأت وصباح اللي أعطاني
المسيح من قلب اللي صباح مرتاح بعلن مبتدا الأفراح من قلب اللي صباح الأفراح تراني بك يا يسوع بك خطايايا نسياني بك يا يسوع المسيح بك يا يسوع المسيح بعيد كساني بك يا يسوع بالروح عن بول الأمجاد بالروح عربان الأمجاد من المبتدى الأعياد أسجد لك والقلب بصليب وخلاص مجاني عالمسيح بالدم علمت العلمات بالدم من دم ايديك ري انت مديني الدار نعمتك نعمتك غنية نعمتك عظيمة يا الراضي بيا ايدك بتحوطني انت اللي مفرحني مديني الدار نعمة نعمتك شالتني من وسط الكسور ايوه ايديك حمتني انت لي يا سوري مش بترك لي وحدي انت بدت معايا شالتني نعمتك شالتني من وسط كسوري ايوه ايديك حمتني في أموري انت بدت معايا هتكمل يا نور نعمتك غنية ياللي راضي بيا ايدك بتحبني
واثنين انت بتديني الترنيمه نعمتك بتقبل والدليل صليبك كنت بعد لي وحدي انت بقيت حبيب ولقيت نفسي محمي متشل جوا عينك نعمتك بتقبل نعمتك بتقبل والدليل صليبك كنت بعد لي وحدي متشل جوا عينك انا مديون للنعمه انا مديون لصليبك نعمتك غنيه نعمتك تخلص نعمتك تبرر واثق فيك وإيمان إنك النهاردة يا رب تحرر وتفك قيود يا رب إنت اللي بتكرر إنك هتباركني أكتر مما تصور نعمتك تخلص واثق فيك وإيمان إنك أنت تحرر أنت اللي بتكرر إنك هتباركني أكتر مما تصور نعمتك غنية عظيمة يلي راضي بيا أي وقت الجريمة أنت اللي مفرحني بنعظمك وبنشكرك يا رب لأنك أنت سبب فرحنا الوحيد يا رب ونعمتك يا رب اللي اجتذبتنا من شرورنا ومن بعدنا ومن كل شيء يا رب كنا فيه صعب بعيد عنك مديونين يا رب العمل نعمتك وعمل صليبك في وسطنا يا رب يا رب عينينا متثبتة على شخصك تتثبت عينينا عليك يا رب وحدك زي ما كنا بنرنم يا رب إنك يا رب هتحرر وتفك قيود النهاردة يا رب لناس دخلة بقيود ناس دخلة بأعمال ناس دخلة النهاردة وعليها أسحار أنت يا رب تحرر أنت يا رب تقود لل حرية يا رب النهاردة بصليبك وتفك يا رب كل واحد اتحبس جوا العبودية المرة عبودية إبليس يا رب وانت تفك بنعمتك يا رب وترفع الكل بنعمتك يسوع المسيح بموته فتح لنا طريق من الأرض إلى السماء فقد صار برنا به ندخل إلى الأقدس يسوع موته فتح لنا الطريق من الأرض إلى السماء فقد صار برنا به ندخل إلى الأقداس قد رفع النقاب وانشق الحجاب رفع النقاب لنعاينا مجد الآب
قد رفع النقاب، أنت في وسطنا قد رفع النقاب، رفع النقاب وانشق الحجاب لنعاين مجد الآب. اجتاز السماوات قد اجتاز السماوات، يسعى من أجلنا جالس عن يمين الآب. هو الباب، فهو الباب للسماء، وقد حل بيننا، به ندخل ونخرج نختبر وجود الآب. قد اجتاز السماوات جالس عن يمين الآب، فهو الباب للسماء، وقد حل بيننا، به ندخل ونخرج نختبر وجود الآب. السماوات، ما هذا إلا بيت الله، هللويا، ما هذا إلا بيت الله، قد انفتحت لنا السماوات، يسوع صعد إلى العالم فوق جميع السماوات، قد غلب الموتى بقوة الحياة، فهو دعانا من السماء إلى كل ملء الله، قد صاب سبيا من الأسر وأعطى عطايا، يسوع صعد إلى العالم. فهو دعانا إلى السماء، قد ساب سبيا من الأسر وأعطى عطايا. من الآن، من الآن، من الآن مفتوحة، من الآن، من الآن، من الآن نرى السماوات مفتوحة، من الآن، من الآن، من الآن نرى السماوات وملائكة صعدة ونازلة. ما هذا إلا بيت الله، ما هذا إلا باب السماء، ما هذا إلا بيت الله، هذا إلا باب السماء، قد انفتحت لنا السماوات، قد انفتحت لنا السماوات. هللويا، قد انفتحت لنا السماوات. هللويا، يقول كده الكتاب المقدس في مرقس 7 مرقس 6 لما بدأ الرب يرسل التلاميذ، في عدد 7 أرسل التلاميذ، لكن في عدد 14 يقول فسمع هيرودس إن صار اسمه مشهور. مين اللي اسمه مشهور ده؟ مين اللي اسمه مشهور؟ أسمعكم، اسمه يسوع، قد انفتحت السماء. يقول كده الكتاب لما رجعوا التلاميذ بعد ما الرب أرسلهم، يقول حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، لأن اسم يسوع اسم فوق كل اسم، فوق كل رياسة،
فوق كل سلطان ستكسو لاسم يسوع كل ركبة ممن في السماء وممن على الأرض وممن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو مجد الله الآب إن اسم يسوع هو مجد الله الآب. تعال نحيي هذا الاسم العظيم. أدي حضور الرب الرهيب ده. قبل ما كان نسمع لأخويا مدحت وكون بيتفضل برضه هنسمع لترنيمة تانية وإحنا بنعظم الاسم ده وإحنا بنقول له أنت فتحت لنا السماوات. كم حد مصدق يا شباب أن السماء مفتوحة ليه؟ كم حد مصدق حي الرب يسوع أن هو النهاردة يفتح لنا السماوات واتقفلت كل الأبواب يفضل يسوع دايما بابه مفتوح لينا له كل المجد. يلا نقول مع بعض الكلمات دي. اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك رب الأرباب المجيد. اسمك يتغنى يا المبارك العزيز الوحيد قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك. اسمك يتغنى يا ملك الدهور السرمدي يسوع المسيح الإله الحكيم الوحيد. اسمك يتغنى يا ملك الدهور السرمدي يسوع الإله الحكيم الوحيد. قدوس 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 رب الصباوت مملوءة من مجدك. قدوس 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 رب الصباوت مملوءة من مجدك. اسمك يتغنى بالعز والجمال في قدسك الكل يقول مجدا وإكراما لك. الكل يقول مجدا وإكراما لك. قدوس 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك. قدوس رب الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك. وانت واقف في اللحظات دي ارفع ايدك معايا وادي كل الاكرام للملك الحقيقي يسوع المسيح. هو الملك هو الملك هو الملك الحقيقي. انا اؤمن انه في هذا اليوم رب مزمع انه يصنع بدايات جديده. اؤمن في اسم الرب يسوع المسيح. وانت مغمض عينك كده عايز اصلي معاك في لحظات. في ناس موجوده هنا في الاجتماع بتنتظر وقت نهايه لامور متعبه وكسره ومحبطه وعماله تقول الى متى يا رب الى متى يا رب الى متى يا رب. في اصوات كتير في الاجتماع ده عمال تقول للرب الى متى يا رب. وأنا عايز أقول بالروح القدس في اسم رب يسوع المسيح الآن الآن وضعت الفأس على أصل الشجرة. الآن الرب يضع حد الرب يضع نهاية الرب يضع حد للعدو. بتقول كلمة الله وضع للبحر حدا فلن يتعداه. حينما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه. أنا أؤمن أنه في هذا اليوم حتى لو العدو هايك حتى لو العدو يصنع ثورة يصنع خصومة يصنع نزاع يصنع حروب أؤمن أن الرب يضع له حد
في اسم الرب. ارفع ايدك معايا واعلن ايمانك في المسيح، اعلن ايمانك في الرب القادر على كل شيء، اعلن ايمانك في الرب الذي يضع للبحر حدا فلن يتعدى. اؤمن، اعلن ايمانك معايا ان العدو هيجان وعجرفته يترد عليه. كلمة الله بتقول لما في وقت من الأوقات العدو هاج على شعب الله، الرب وضع خزامته في أنف العدو، أضع خزامتي في أنفك وأردك إلى الأرض التي جئت منها. الرب يضع خزامة في أنف العدو ويرده إلى أرضه ويضع حد لتدخلاته المؤذية لحياتك. عايزك ترفع إيدك معايا وتعلن أن الرب يضع حد لأذى الشرير في حياتك، الرب يضع حد للمخ خرب للآكل. أنا أؤمن أنه في هذا اليوم في اسم الرب يسوع المسيح وبقوة دم صليبه يتباعد مبتلعوك، في وعد من كلمة الله بتقول يتباعد مبتلعوك. يعني إيه يتباعد مبتلعوك؟ يعني كل اللي عايز يبلعك، كل اللي عايز يأكلك، كل اللي عايز ينهبك، كل اللي عايز ينهش في لحمك يتباعد عنك. أؤمن أنه في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت لها. أنا عايز أصلي لأجل ناس تعبانة في الاجتماع ده. لما نقول إحنا بنصلي معناها اقفل عينك، إنك تقفل عينك ده مش روحانية زيادة، بس ده بيساعدك إن كل تركيزك يكون في المسيح وحده، يتصور المسيح قدام عينيك الآن. أنا عايز أصلي الناس تعبانة بقالها وقت كتير جدا ما شافتش طعم الراحة ولا داء الطعم النوم. اليوم يريحك الرب، اليوم يريحك الرب، اليوم ينهي انزعاجك الرب، اليوم ينهي خصوماتك الرب، اليوم يتباعد مبتلعوك في اسم الرب يسوع المسيح. كل هادموك ومخربوك منك يخرجون، منك يخرجون. كل اللي هدم مشاعرك، كل اللي هدم نفسيتك، كل اللي دمر شغلك، كل اللي حطم بيتك، كل اللي أفقدك إنسانيتك، كل اللي أفقدك أدميتك، باسم الرب يسوع الرب يتدخل في هذا اليوم بسلطانه وبمحبته ويضع للعدو حدك. لو أنت تثق في الرب القادر على كل شيء، عايزك ترفع إيدك معايا وقول أنا أؤمن بيك يا رب، أؤمن بسلطانك، أؤمن بسلطانك الذي يضع للبحر حدا للعدو حدا فلا يتعدى فلا يتخطى. عندما يأتي الرب ينهي أزمنة التعب، يقول الكتاب المقدس تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. وأنا أؤمن أنه في يوم يريحك الرب، أنا أؤمن أنه في هذا اليوم الرب يؤمر براحة لناس موجودة هنا في اسم الرب يسوع المسيح. راحة لشعبك، بقيت راحة لشعبك، بقيت راحة لأولادك، بقيت راحة لبناتك في اسم ربنا يسوع المسيح. آمين آمين. هاللويا، مبارك اسم الرب. الرب صالح، ردوا علي. الرب صالح، الرب صالح، مبارك اسم الرب. أعلمكم تقولوا إيه؟ دائما وإلى الأب. مبارك اسم الرب، مبارك اسم الرب. آمين آمين. قد ايه فرحانين، قد ايه مليانين تشجيع وتعزية من الرب انه خلال اليومين اللي عدوا والنهاردة في الزيارات شفنا المسيح بيفتقد النفوس، شفنا الرب وهو بيزور النفوس، شفنا الرب وهو بيطبطب على ناس تعبانة وناس موجوعة وناس متألمة، شفنا بيوت بتتفتح وبتستقبل كلمة الله بشغف وجوع ولهفة، شفنا مبارح بالليل وقت زيارة وافتقاد من الروح القدس ومعمودية، معمودية روح القدس، زارت الشباب الصغارين اعدادي وابتدائي وامتلأوا بالروح القدس، ملء الروح القدس لا بيفرق ما بين كبير ولا صغير، الشيوخ يحلموا أحلام والشباب يروا رؤى والأطفال والرضع كمان يمتلئوا بالروح القدس الناري. فمبارح بالليل في وقت الاجتماع الثاني بعد الاجتماع الكرازي شفنا الروح القدس وبيملى الشباب والبنات. وانا ما اعرفش هل عندكم طاقه بعد الاجتماع ده، احنا نختم الاجتماع ما اعرفش هنختمه امتى، سيجي وقت نختمه. بولس لما كان بيوعظ اطال الكلام الى نصف الليل، اي نعم في واحد وقع مات بس قام ثاني اسمه افتيخوس يعني، فما تخافش لو مت في الاجتماع
الرب موجود. ولو حاجات ماتت في البيت ما تخافش، هتقوم تاني، يعني ما تشغلش بالك غير بالمسيح والمسيح وحده. أمين. فدي متعزين وفرحانين باللي بنشوفه من عمل الله وأشواق الشباب والبنات إنهم يشوفوا المسيح هو بيتعظم في هذه المدينة في اسم الرب يسوع. عايز أشكر بكل قلبي بالنيابة عن كل شباب خدمة سهام بيت جبار، الجناب القسيس عاطف، عن كل تعبه، عن كل اللي قدمه لينا، عن كل حاجة هو عملها معانا طول الأيام دي. عايز أشكر مدام القسيس على كل تعبها معانا، عايز أشكر كل الصف اللي خدمه، عايز أشكر شباب الكرمة وأخويا مايكل، عايز أشكر كمان شباب سهام بيت جبار. إحنا يدوب عددنا قليل هنا، هما مش كتار، يعني هما جايين يزوروا مش كتار، هما يدوب 60 واحد بس، يعني حاجة كده على القد يعني. ف إحنا بنحلم إن نكون 600 و6000 و60000 يخدموا الرب يسوع المسيح، وهنشوف ده، لأن النهضة بتاعة الزمن اللي إحنا بنعد فيها نهضة شباب، نهضة الله يقيم فيها شباب يغزو بيهم الأرض، يغزو بيهم حكمة الحكماء وفهم الفهماء. اختار الله أبنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود، اختار الله الغير موجود، اختار الله المحتقرين والمرزلين. ونشوف ده في اختياره لل 12 تلميذ، اختار التعبان والمكسر والمكسح وصنع منهم صناع للتاريخ. علشان كده أنا عندي إيمان الله يقيم من وسط شباب بهتيم صناع للتاريخ، مش بس لمنطقة بهتيم، لكن في اسم رب يسوع لكل أرض مصر. آمين آمين. امبارح أول امبارح شاركنا الدكتور زكرياس طورو وشاركنا أخويا شريف كلمات عظيمة من كلمة الله، هكمل على كلامهم بمشاركة بسيطة مشغول بيها. وأنا بصلي لأجل الوقت ده، ربنا قال لي عايزك تشاركهم بأربع أفعال لي، وأنا عايز أشارك بأربع أفعال للمسيح، أربع حاجات موجودين في المسيح. عايز أكلمك كلمة أولى وبسيطة عن محبة المسيح، لكن عايز أكلمك كلمة تانية سريعة عن فداء المسيح ثم قضاء المسيح. أكلمك عن محبة المسيح، يعني إيه محبة المسيح؟ هي إيه طبيعة محبة المسيح؟ علشان تفهم طبيعة محبة المسيح أخذ ذهنك لحظات بسيطة عن بعض المواقف في الكتاب المقدس اللي ظهرت فيهم محبة للناس. أول ما بدأت أكتب الكلمات الخاصة بمحبة المسيح وقد إيه محبة المسيح محبة فائقة المعرفة، قد إيه محبة المسيح غنية، قد إيه محبة المسيح تحصرنا، قد إيه محبة المسيح لا وصف لها، قعدت أفكر في محبات موجودة في الكتاب المقدس، ولقيت أول فكرة نطت في دماغي وطرقت على ذهني قصة أعتقد أغلبنا عرفها، بس القصة دي بالنسبة لي هي قصة متكررة وشائعة وبتزداد بكثرة في الزمن اللي احنا بنعيش فيه، وبتتغير مفاهيمها تتغير أشكالها، لكن المضمون واحد. سفر صمويل الثاني أصحاح 13 يحكي لنا عن واحدة من أقذر القصص الموجودة في الكتاب المقدس. واحد قاعد دلوقتي اتخض يقول لي مدحت، هو الكتاب المقدس في قصص قذرة؟ لأن في الكتاب المقدس الله زي ما أعلن عن بره وقدسته ومهبته، أعلن كمان عن بشاعة البشر، عن قذارة خطاياهم، عن دناءة طبيعتهم، أعلن الجانبين. فلما أقول لك إن في كلمة الله في قصص قذرة، مليان قصص قذرة، لكن وسط القصص القذرة بتبان طبيعة الله، معاملاته، محبته، قضاؤه. ففي القصة بتاعت صمويل الثاني أصحاح 13 قصة بالنسبة لي كل ما بقف عندها ببقى عايز أتقيأ، بس وأنا بتقيأ بشوف القصة دي بتتكرر يوميا من شباب وبنات قدام عيني طول الوقت. بتحكي عن إيه القصة اللي في صمويل الثاني 13؟ عن شاب اسمه أمنون. ابن مين أمنون ده؟ اسمك إيه؟ أنت اسمك إيه؟ أنت عسل. أول واحد رد علي وأنا بقول ابن مين أمنون ده؟ بأمانة ابنها لسه عارفها من سنتين ثلاثة دي. الواحد عاش طفولة مشردة، بس النعمة لمت نشكر الله. فأمنون كان ابن لداود،
ويقول الكتاب المقدس آيات غريبة متناقضة، يقول إن أمنون ده أحب، ولما حب المنيل على عينه حب أخته. أنتوا بتضحكوا صح؟ أقول لكم على مفاجأة، لما عملوا إحصائيات عن اللي بيدخلوا على الأفلام الإباحية والأمور الغير مقدسة في مصر، أو مش بس في مصر لكن في كل العالم، اكتشفوا إن أعلى نسب المشاهدات للأمور الإباحية اللي بما يسمى زنا المحارم. ما تخضوش ولا تضحكوا لأن ده حاصل وبكثرة، وأنا مش هحكي قصص تدنس أذهاننا، بس أنا هحكي قصة من كلمة الله. يقول الكتاب المقدس إن أمنون يوم ما حب المنيل على عينه حب أخته، ورب يعني مش الرب طبعا بس الشيطان راح باعت لي بلوى مصيبة صديق لي، وقال له بص أمنون، افتح معاك كتاب مقدس كده صمويل الثاني 13، عايز أقرأ معاك الآيات دي. صمويل الثاني 13:1، وجرى بعد ذلك أنه كان لأبشالوم ابن داود أخت جميلة اسمها سامار، فأحبها أمنون ابن داود. عدد 2، وأحصر أمنون للسقط من أجل سامار أخته، لأنها كانت عذراء، وعسر في عيني أمنون أن يفعل لها شيئا. فإيه اللي حاصل؟ أمنون بيحب أخته. تخيل معايا، تحب تحط التصنيف ده إيه؟ تحب تحط نوع المحبة اللي كانت في قلب أمنون لأخته ده إيه؟ يروح جاي صديق يقول له بص تمارض، اعمل نفسك عيان، اعمل نفسك مريض، ارمي نفسك على الأرض، ولما يجي أبوك داود يسألك مالك يا أبنون، قول له عيان عايز أخت الدويني. متخيلين الشر؟ بالمناسبة الشر أو الأشرار مليانين أفكار جهنمية، أفكار رهيبة. يعني مثلا لما تسمع عن قصص حرامية سرقوا بنك مثلا، لما تسمع عن حرامي بيسرق بالتكنولوجيا، تسمع أفكار خطيرة رهيبة، لما تسمع عن أفكار حروب، لما تسمع عن أفكار اختراع لأسلحة جديدة، لما تسمع عن أفكار خصومات حصلة ما بين دول ودول وتكتشف الكواليس في النص، كم فن وإبداع واحترافية وابتداع للشر مش طبيعي. لأن إبليس يقول عنه الكتاب المقدس أنه كان ملآن حكمة. في سفر حزقيال أصحاح 28 لما يوصف إبليس قبل السقوط يقول عنه ملآن حكمة. إيه ده؟ بس حكمة شيطانية. فأوقات تلاقي حد يقول لك ده أنا فرود، ده أنا أعمل 100 مصيبة ومحدش يحس بيا، أعمل اللي أنا عايزه ومفيش مخلوق. على فكرة دي حكمة شيطانية، منبعها أرواح الشر اللي سايدة عليك، ومنبعها أرواح الشر اللي سايدة عليك. ده مش ذكاء من حضرتك، ده إلهام شيطاني. زي ما أبناء الله وبنات الله تسمعان كلمة خلفك قائلة لك هذه الطريق أسلكها حينما تميل إلى اليمين وإلى اليسار، كمان أبناء إبليس اسمعوا صوت إبليس، وصوت إبليس مليان حكمة شيطانية مرعبة لكنها مدمرة. يقول الكتاب المقدس جاء له تمار اعمل نفسك عيان، وعمل نفسه عيان. وأنا في المشهد ده عايز أكلم الأباء والأمهات المؤمنين، يا داود اللي كاتب 73 مزمور، يا داود يا عابد، يا داود يا مرنم، يا داود يا نبي، يا داود يا اللي مليان أوصاف جميلة، معرفتش تميز الروح اللي بيتكلم بيها أمنون؟ ده أنت يوم حبيت تقرب من شاول قلبك ضربك يا داود. يوم قربت من شاول وما أزيتوش شعرت بتبكيت جوه قلبك، معرفتش تشعر جوه قلبك بأن في كارثة بيتم التخطيط والإعداد لها من قبل مملكة الظلمة لدمار بيتك وعيلتك يا داود. تمييزك الروح كان فين يا داود؟ يقول لك لا يا حبيبي، ما تمييز الروحي من يوم ما تنيلت وعكيت العكة السودة مع بالشبع
وصوت التمييز وصوت الروح القدس انطفى جوايا، وما بقتش عارف اميز صوت الرب. حتى لو انت مؤمن وابن لله، حتى لو انت مؤمنه وبنت لله، لو غاب عنك التمييز الالهي ولو غاب عنك صوت الله وارشاده المربوطين بالقداسه ومخافتك لله، ممكن تكون سبب دمار لعيلتك حتى لو انت مؤمن ابن لله. تخيل معايا التخيل ده، داود لم يسقط في سقطه بالشبع، وأول ما سمع الصوت ده من ابنه كان هيميز إن ده صوت شيطاني ولا لأ. مليون المية كان هيميز. علشان كده الأباء والأمهات اسمعوني، أنا مبسوط إن وصلنا أباء وأمهات، مش بس شباب. أنت بوابت البيت، يا تخربها يا تعمرها، عشت بقداسة ومخافة لله وإيدك مرفوعة طول الوقت، هتختبر قوة الوعد الإلهي إن امرأتك مثل كرمة مسمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. إيدك ما كانتش نظيفة، قلبك ما كانش مستقيم أمام الله. حتى لو أنت مؤمن موجود في الكنيسة، هتخرب بيتك بإيدك. يا داود لو أنت واعي ومميز، مش محضر خالص أن أتكلم عن داود، بس عندي كلام للأباء والأمهات. خدي بالك، خد بالك، أنت بوابت البيت، وخلي البوابة نظيفة عشان يفضل الراعي هو الواقف على الباب، عشان يفضل المسيح هو الباب لهذا البيت. حد يقول معايا أمين؟ أمنون أحب أخته وتخدع داود، وبعت سمار بإيده، سلم بنته بإيده، سلم سمار العذراء بإيده. وبعد ما يقول الكتاب المقدس إن أمنون امتلكها، تفاصيل القصة طويلة، ابقى ارجعوا بصوا عليها بعدين. يقول الكتاب المقدس في عدد 14 كلمة مرعبة، طلع لنا الكلمة ديرمون. عدد 14، بعد ما قهرها زلها، بعد ما اغتصبها، يقول الكتاب المقدس: فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وقرها قهرها واتجع معها. عملت محاولات أنها ترفض الأمر ده. بصوا عدد 15 يقول إيه: ثم أبغضها. ثم إيه؟ أبغضها. هو عدد واحد كان ماله؟ أحبها. عدد 15 ماله؟ أبغضها. ليه أبغضها؟ خد اللي هو عايزه، لأن محبته ما كانتش محبة حقيقية، كانت محبة شهوانية. وأول ما الشهوة وصلت للي هي عايزاه، بانت حقيقة المحبة الخادعة الكاذبة فأبغضها. إيه ده؟ ده أنت بقالك سنين بتتشحتف عليها، معقول من أول ما نلتها كرهتها؟ أصل محبتي كانت محبة شهوانية. عندي صوت للبنات، أي ولد بيتكلم معاك وكلامه محوره الشهوة والنجاسة، اعلم يقينا ان في اللحظة اللي هيوصل ليكي هيرميكي. اقول تحذير مرة كمان، لو اي علاقة مع اي ولد لو محورها الشهوة، اعلم يقينا ان انت بالنسبة له جسد، بمجرد ما يصل اليه هترخصي في عينيه وهيرميكي. عندنا أمنون خير مثال. فدي نوع من المحبة، محبة شهوانية. في البداية قال إنه أحبها، بس ما كانتش دي محبة، محبة شهوانية. لكن في نوع تاني من المحبة اسمها المحبة الغشيمة، ودي مش محبة شهوانية. ده أب بيحب ابنه محبة شديدة جدا، ومن كتر محبته لابنه راح عامل لي قميص ملون. الواد ده ابن رحيل أصل، الواد ده ابن الغالية، الواد ده ابن العزيزة، الواد ده ابن قصة حب دامت 7 سنين، الواد ده ابن اللي ساكنة في النخشوش. تعمل ايه يا عم يعقوب من محبتك ليوسف؟ اعمل له قميص ملون. يعقوب ده انت عندك شوية عيد، ده انت عندك جد ونفتلي واشير، ده انت عندك شوية عيال يودوا المهالك، ده انت عندك بنيامين، ده انت عندك ده انت عندك جساكر، ده انت عندك رعوبين، ده رعوبين ده مصيبه لوحده، ده انت عندك شويه عيال اصلا بياكلوا بعض، ده انت عندك عيالين قاموا على مدينه دمروها، ده انت عندك شمعون ولاوي بمجرد ما حد قرب من دينا ذبحوا مدينه باكملها. انت بتعمل ايه؟ انا بحب يوسف. طب لما بتحب يوسف هتعمله؟ هعمل له قميص ملون، انا بحبه. بس محبه غشيمه، محبته الغشيمه ليعقوب سلمت ليوسف، سلمت يوسف لايدين اخواته. فيقول الكتاب المقدس ان حسده اخواته. في محبه حقيقيه من القلب، لكنها محبه
غشيمة. في محبات تانية محبة، مش عايز أذكر قصص كتير في الكتاب، بس هتكلم بسرعة. في محبة بس ناقصة، أنا بحب ابني، بحب بنتي، ابني مريض، بنتي مريضة، ما عنديش القدرة ولا الإمكانية لعلاجهم. حتى لو عندي القدرة والإمكانية، علاجهم مش موجود. فمحبة غير قدرة. عندنا أنواع كثيرة من المحبة، لكن عندنا نوع من المحبة ينفرد به الرب وحده. طلع معايا كده رمون رسالة رومية أصحاح 5 آية رقم 6. بص على نوع من المحبة ماركة حب البشر ما يعرفهاش، ماركة حب البني آدمين ما يعرفهاش، ماركة حب ما عدتش على البشر قبل كده. يقول الكتاب المقدس: لأن المسيح إذ كنا بعد، قول معايا منا، ضعفاء، مات المسيح امتى؟ في الوقت المعين. ليه المسيح جه من 2000 سنه؟ ده وقت معين من قبل الله. في الوقت المعين لاجل مين؟ حد واخد باله؟ امبارح الدكتور زكريا عرف لنا الفجار وقال مين هم الفجار؟ البجح اللي بيعمل خطيه ببجاحه، اللي بيشربون الاسم كالمياه، اللي مجدهم في خزيهم، اللي تلاقيه واقف على ناصية الشارع كده بالخبور بيتفاخر بيه. مش الخبور اللي بنحطه في الكاوتش بتاع العربية، لما الكاوتش لما تتخرم كده في خبور بيتحط فيها، مش ده اللي انا اقصده. في البعض هنا طبعا هز راسه فاهم. ففي ناس مجده في خزيه، هو فاجر. فيقول الكتاب المقدس: لمن أظهرت محبة الله؟ لأجل الفجار. بص معايا الآية رقم 7 بتقولي: فأنه بالجهد يموت أحد لأجل. أنا ممكن أموت لأجل ابني لأني بحب ابني، أنا ممكن أموت لو أنا عندي محبة غنية جدا لحد حلو، بس بص يقول الكتاب: ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت. بص عدد 8 المفتاحي والرهيب ده: ولكن الله الله، قول معايا الآية، بينا محبته لنا. إمتى؟ ونحن بعد خطاة مات المسيح. فاكرين امبارح الدكتور زكريا لما ذكر الآية الموجودة في رسالة كولوسي، لما بيقول إذ كنا منا أعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشرياته. على فكرة أعمالنا بتعاد الله. في كل مرة أنا بعمل خطية أنا بعاد الله. في كل مرة أنا بختار أن أشرب سيجارة، في كل مرة أنا بختار أن أدخل في علاقة غير مقدسة، في كل مرة أنا بختار أني بشتم، بحلف، أكذب، ألتوي، أمشي في طرق غير مستقيمة، أفعالي اللي أنا بعملها هي إعلان صريح لعداء إلى الله. طب يا رب تحب مين؟ تحب أعدائك؟ يقول يا ابني انت بتعاديني، بس انا عمري ما كنت عدوك، انا طول عمري في صفك. اوقات تتوقع ان انا نسيك، ان انا سايبك، ان انا مش فاكر فيك. اوقات تتوقعي ان في ناس تاني اهم منك. اوقات تتوقعي ان في ناس تاني اغلى منك، بس انا عمري ما عديتك، عمري ما حبيتي ما نقصت ليكي، عمري حناني ما تأثر ناحيتك، عمري ما ايدي اتخلت عنك، انا عمري ما كنت عدوك، بس انت اللي اخترت انك تعاديني. على الرغم انك انت اللي اخترت انك تعاديني، انا اخترت ان اموت من اجلك في عز ما انت بتتخذ قرار العداء ليا. وشوف اروع مشهد على عود الصليب. يقول الكتاب المقدس: يا ابتاه اغفر لهم. ايه ده يا رب؟ يغفر لمين؟ يغفر للي طعنك بالحربه، ولا اللي ضربك بالكرباج في ظهرك، ولا اللي صمر ايديك، ولا اللي حفر في راسك إكليل الشوك، ولا اللي جرك على الأرض، ولا اللي علقك على الصليب، ولا اللي التف في وشك، ولا اللي ضربك بالعصي، ولا اللي خانك، ولا اللي أنكرك، ولا اللي باعك، ولا اللي سابك بعد ما أشبعته وأكلته، ولا بدل اللي صرخ وقال اصلبه بعد ما شفيت مرضهم. تغفر لمين ولا مين ولا مين؟ أغفر للكل. ونحن بعد خطاة أعداء مات المسيح لأجلنا. أحبائي، أنا بتكلم عن محبة المسيح، يعجز لساني عن الكلام لأنه لغة الكلام عن محبة المسيح البشر ما يعرفوهاش ولا يستوعبوهاش ولا يدركوهاش. لكن اللي اختبر الخلاص هو الوحيد اللي يعرف بمصطلحات بسيطة جدا
لسان عاجز وألفاظ عجزة عن أنها تعبر عن المحبة اللي اختبرناها. بولس بيقول الكلمات دي لأن محبة المسيح تحصرنا، محبة المسيح تدفعنا، محبة المسيح تزقنا. يقول كده مرة كمان في روميا: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أنا اختبرت النوع ده من المحبة اللي فيها وأنا بعد خاطي مات المسيح من أجلي. لو أنت عايز تعرف يعني إيه محبة المسيح، يعني مش محبة واحد استلطفك ولا محبة واحد شافك حلو وقال إنك تنفع، محبة واحد لما شافك عدوه قرر يقرب منك، محبة واحد لما شافك مصرة تأذي نفسك علق نفسه على عود الصليب علشان يتأذي من أجلك ويتأذي من أجلك. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. لو الشيطان بيجي يشككك: ربنا بيحبني وأنا غالي عليه وأنا مهم بالنسبة له، خذوا روح عند الصليب. لما الشيطان يقعد يفكرك بماضيك، فكروا انت كمان بأعظم ماضي في التاريخ وهو ماضي الصليب. واحد من القديسين قال عبارة أنا بحبها جدا، قال: عند المؤمنين ماضي واحد ومستقبل واحد، عند المؤمنين ماضي واحد اسمه الصليب ومستقبل واحد اسمه المجيء. لما بص ورايا لا، الصليب أعظم إعلان عن حبة الله. لما بص على اللي جاي من حياة انتظر المجيء ومجيء المخلص اللي هيجي في لحظة في طرفة عين يخطف الكنيسة، يخطف الكنيسة، يخطف المفديين علشان ياخدهم لعرس أبدي ولفرح أبدي ولابتهاج أبدي ولنصرة أبدية ولشبع أبدي. لا ماضي إلا الصليب ولا مستقبل إلا المجيء. أبختينا بالمسيح. بص الواحد جنبك كده قول له: يا بختك بمحبة المسيح، يا بختك بمحبة المسيح، أبختك بمحبة المسيح. محبة المسيح دي عملت فينا إيه؟ محبة المسيح اللي أظهرته، محبة المسيح ظهرت في الصليب. وإيه اللي حصل في الصليب؟ في آية بحبها جدا في روميا، في أفسس 1:7، يقول الكتاب: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. يلا طلعت على الشاشة اقراها مرة كمان معايا: الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. يعني ايه حسب غنى نعمته؟ يعني ايه الذي لنا فيه الفداء؟ يعني ايه كلمه فداء اساسا؟ اوقات كثيره اول ما نجيب سيره الفداء او كلمه الفداء، المسيح علق على الصليب نزف الدم من كل حته في جسمه، هو ده الفداء، فعلا هو ده الفداء. بس ايه اللي حصل اثناء الصليب؟ ايه اللي حصل بفاعليه وبقوه الدم المسفوك؟ كلمه فداء واحده من اقوى معانيها هي الاسترداد. فالمسيح أحبني ومات لأجلي. ليه؟ علشان يستردني. في حد قاعد هنا يقول لي: مدحت أنا خلايا مخ باظت. مرة قاعد مع حد قال لي: الشاب وكل ده كل نفوخي، الستروكس بوظني. مرة قاعد مع حد من الشباب راح خالع لي الهدوم بتاعته، خالع لي التيشيرت بتاعه وخالع لي هدومه، قال لي: بص على دراعاتي، قال لي: بص كم ضربة في دراعي، بص كم حقنة في دراعي، بص الأوردة بتاعت دراعتي كلها باظت، قال لي: بص على بطني، قال لي: كنت أضرب وأمسك موسى وأقعد أضرب في نفسي، ومناطق تانية في جسده خربانة بشكل لا تتخيلوا. قال لي: أنا خربت، قال لي: أنا مخي خرب. قلت له: والمسيح كمان جسده خرب، والمسيح كمان على الصليب اتكتب عنه أن لا منظر ولا جمال فننظر إليه ونشتهيه. واحدة من أعظم أعمال صليب المسيح هي الفدا. يعني إيه الفدا؟ يعني الاسترداد. يعني لما تيجي النهاردة تقول للرب: يا رب أنا بيتي خرب، أنا علاقتي بمراتي عمالة تبوظ، يا رب أنا أبويا وأمي في صراعات وداخلين في انفصال، والبيت مدمر، أبويا بيجي وش الفجر خربان من المخدرات، وأمي في الضياع، وإخواتي كل واحد في حتة، أنا عايشة ببيت خربان. لما يجي في البيت الخربان ده بنت قديسة تعرف المسيح، ولد قديس يعرف المسيح، ويرفع إيده ويقول له: يا رب رد بيتي، يا رب استرد بيتي، يا رب رد أبويا، يا رب رد أمي، يا رب رد إخواتي. ده واقف يعمل إيه؟ ده واقف مدرك يعني استرداد. فالرب يرد اللي باظ، فالبيت الخربان يرجع يتلم على بعضه مرة تاني، العيلة الخربانة ترجع تتلم على بعضها مرة تاني.
يعني استرداد، يعني اللي خربه إبليس يجي الرب يعمره. بس لما هيعمره هيعمره بقوة وفاعلية دمه الكريم، وقوة دمه مفيش خرابة تقف قصادها. تقولي خربان، تقولي إبليس بوظ شغلي، خرب علاقاتي مع أصحابي، خرب علاقاتي مع أهلي، خرب علاقاتي مع كل الناس اللي حواليا، إبليس بوظ جوازتي، إبليس بوظ خطوبتي، إبليس بوظ حياتي، أقول لك دع إبليس يخرب كما يشاء، وأطلب يد القدير وسترى معجزات لا تتخيلها، لأن هو خبير في استرداد ما تم تخريبه. لما تمسك الكتاب المقدس وتروح فارر الكتاب المقدس كده، تروح ماسك الكتاب وتروح فاتح أول صفحة من صفحات الكتاب، أول صفحة قلب به كتاب مقدس، وكانت الأرض خاربة وخالية. الكتاب ما يقفل لكش أول إصحاح إلا لما يقول لك كل شيء حسناً جداً. هو إيه اللي بقى حسناً جداً ده؟ ده اللي كانت في أول إصحاح خربانة، بس اختبرت يا حبيبي كلمة الله وهي بتقول ليكن نور، اختبرت حضن الروح القدس والروح القدس يعرف ده اسمه ايه؟ ده اسمه أول عربون وأول عينة لاسترداد ما تم تخريبه. إبليس بوظها؟ إبليس خربها؟ إبليس دمرها؟ عكها خالص؟ أنا مرات كتير يجي إبليس يقول لي هبوظها لك. واحنا في الاجتماع النهارده اول ما بدانا الاجتماع الفيوزات ضربت، اللونه انفصلت، والشباب ارتبكوا. رحت راكع قلت له اخرك ايه؟ بس مش راكع ليه، قلت له اخرك ايه؟ اخرك هتعطلنا 10 دقايق بس ما فيش نفسها هتطلع هنا من الاجتماع ده ما تاخدش المسيح في قلبها. قلت له اخرك يا اخرك تخربش اخرك اهو. كله إلا الآيباد كسر نفوخك يا إبليس. أخرك إيه؟ أخره إيه العدو؟ أخره يحاول يخربش من برة، ويوم ما يبوظ الرب يعرف يسترد. الذي لنا فيه الفداء، الفداء يعني الاسترداد. أنا عايز أطمنك إن اللي حبك ومات من أجلك يعرف يرد كل اللي سلب منك. لما بقعد اتفرج، انا بحب الاناجيل الاربعه، لهم معزه خاصه في قلبي لاني بشوف فيهم قلب المسيح. تبص كده بعض القصص البسيطه في الكتاب المقدس، تبص على واحده زي السامريه، تقول للسامريه ايه اكتر حاجه فقدتيها في سنوات وجودك وانت مع راجل مش جوزك، وفي سنوات بحثك عن السعاده مع رجال متنوعين، ايه اكتر حاجه فقدتيها؟ تقول لك انا فقدت المصداقيه، محدش بقى يصدقني، كل الناس شايفاني واحدة عايشة مع راجل غريب مش جوزها، واحدة بتسمى وتصنف إنها زانية. طب يوم ما يتقابل معها المسيح مش واحد يصدقها ولا اتنين يصدقوها، مدينة تصدق كلامها، مدينة كاملة تصدق كلامها، استردت ما سلب منها. تروح تسأل واحد زي الأبرص اللي رب تقابل معاه في إنجيل مرقس أصحاح واحد، لما يقول الكتاب وآتى إليه أبرص يطلب إليه جاسيا، يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، تقول له إيه أكتر حاجة خسرتها؟ يقول لك أنا خسرت الناس، لأن أنا أبرص والأبرص محدش يلمسه، والأبرص محدش يقرب منه، والأبرص محدش يتكلم معاه، والأبرص محدش يصاحبه، والأبرص محدش يصدقه. إيه أكتر حاجة موجوع بسبب خسارتها؟ يقول لك الناس خسرتهم، ما فيش حد حواليا. عارف أول حاجة يستردها إيه في مرقس واحد؟ يقول الكتاب المقدس وكانوا يأتون إليه من كل ناحية. ما استردش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عشرة، استرد كل الناس. وكل الناس مش هو اللي رايح بيحاول صاحبني من فضلك، قرب مني من فضلك، أنا عايز ناس تكون جنبي، ده الناس عمالة تكب نفسها عليه. أصل المسيح بقى محشور فيه، والمسيح اللي اتحشر في قلبه واتحشر في خلاياه واتحشر في ذهنه واتحشر في جسده. ما انت عارفين المسيح عمل ايه؟ يقول الكتاب المقدس فتقدم يسوع ولمسه، لمسه اصلها احتضنه. الواد الابرز ده اتحشر في المسيح، والمسيح اتحشر فيه، المسيح دخل فيه وهو دخل في المسيح، فبقى كل ما يتحرك في كل منطقه المسيح الساكن فيه عنده جاذبيه مخليه كل الناس عايزه تقرب منه. ابليس دمر علاقاتك، رب يسترد العلاقات اللي اتدمرت وخربت. حدش يقول معايا امين؟ اوعى تسمح لابليس يخرب ويدمر حياتك ما دام يسوع الفادي موجود. حدش يقول معايا امين؟
أول حاجة محبة المسيح، رقم اثنين فداء المسيح، رقم ثلاثة معونة المسيح. المسيح بعد ما أتم عملية الفداء، بعد ما أعلن عن محبته بالكامل، قال لك لا أنا مش هسيبك لوحدك، أنا مش هسيبك فاضي، أنا هدي لك معونة تكمل بيها. حد عايز معونة؟ خسعته ليه؟ احنا بنقول يا هادي، ده بولس أطال الكلام إلى نصف الليل وما كانش فيه تكييفات، فهنا في تكييفات. معونة المسيح. الرب قال ما ينفعش أسيبك لوحدك، أنا هدفع الثمن، هخلصك، بس هدي لك معونات تكمل بيها. معونة المسيح. المسيح ادانا ايه كمعونة؟ طلع معايا كده يوحنا 15 آية رقم 26. ايه أهم حاجة أرسلها لنا المسيح؟ انت معايا رمون؟ انت عشان الدكتور زكريا شجعك امبارح ولا ايه؟ يلا وبص معايا عدد 26 بيقول ايه. ومتى جاء المعزي الذي ايه؟ يلا يا رب معايا بصوت عالي. ومتى جاء المعزي الذي سأرسله انا اليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. التلاميذ الرب يسوع قاعد معاهم في الخطاب الوداعي، وهو قاعد معاهم في الخطاب الوداعي قال لهم كده انا ماضي الى ابي ولا ترونني ايضا. التلاميذ حزنوا، يا دي النيله، ده احنا ما صدقنا، ده احنا ما صدقنا، لقينا راحت نفوسنا فيك، تمضي ازاي الى ابيك، تسيبنا ازاي؟ قال لهم بصوا لن اترككم يتامى، مش هسيبكم يتامى، امال هتعمل ايه؟ هأرسل ليكم المعزي. إيه أول معونة أرسلها المسيح لنا لنستمر في حياة في ملء النعمة وملء المسيح؟ هي روحه القدوس. يقول الكتاب المقدس في كورنثوس الثانية 1 آية رقم 20 الذي قدسنا خلصنا، بس بعدها يكمل الكتاب ويقول وأعطى عربون، الذي ختمنا وأعطى عربون الروح. حدنا نزل اشترى اي حاجه من العتبه السبتيه الحته دي قبل كده؟ الوكاله. احنا كمصريين معلمين فصال، فيروح مثلا دايما 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 الامهات عندهم مهارات خاصه في الموضوع ده، بامانه الامهات عندهم مهارات عجيبه في موضوع الفصال ده. فيعمل ايه الوقت تبقى انت رايح معاها؟ هتموت على تشيرت، هتموت عليه، علي بيتمان، سوبرمان، سبايدر مان، مدحت مان، اي مان، وانت رايح كده هتموت. تروح داخل المحل بكام التيشيرت ده؟ يروح صاحب المحل يشوفك كده ملهوف عليه يقول لك 730. احنا بنسمع اسعار غريبه الايام دي. كام التيشيرت ده؟ ب 730. نبع الحنان تتدخل في المشهد ده وقتها، يعني ده وقت نبع الحنان، يعني نبع الحنان تروح متدخلة في المشهد، وما كل الناس حول شايفينه في كل حتة ب120، وهي ولا شافته في أي حتة بأمانة، ولا عمرها شافته، ولا عمرها شافته ده كل من 730 ل120 شايفينه في كل. طب ما جبتوش ليه ب120؟ كل حتة ب120، ده احنا زباينك، وهي عمرها ما دخلت المحل، أو عندها رأي تاني خالص. ده احنا اول مره نجيلك، ده احنا اول مره نجيلك اكرمنا، او احنا زباينك اكرمنا بقى، هتكرمنا ب 120 يا ستي، ب 730 اشجش الخلجه، ده بتوع سوهاج يعني الشطار في بيع، لا اشجش الخلجه يا ستي، بقول لك 730 تقول لي 100، خلاص 123. طب تضحكوا، يبقى ده بيحصل معاكم طول 127. تنشف ريج الراجل يا عيني، بأمانة بيصعبوا عليا بشكل، بتوع المحلات دول غريب بأمانة. لو الأمهات بيشتروا كيلو خيار وعدى بثلاثة ونص تقول له لا، ما اللي قبلك عدى بثلاثة إلا ربع، هو كيف؟ هي الأمهات بتشعر إنها عملت إنجاز في الحياة أول ما تفاصل. أنا محدش يضحك عليا، أنت عارف الآية اللي في الكتاب بتقول في سفر الأمثال رديء رديء يقول المشتري ومتى ذهب الدنيا زال زال فل. ف بنفصل نفصل رسينا على ال 400، اول ما نرسى على ال 400 طب ده انا مش معايا فلوس تكفي، خد 100 عربون وهرجع بكره اخد منك ال 100 العربون دي. ضمنت ايه؟ ضمن ان التيشيرت ده ما يتباعش لاحد، التيشيرت ده مدفوع فيه عربون، يجي حد يعدي بعدك يشوف التيشيرت ويبقى
اخر حته في المحل، يقول لا اصل مدفوع فيه عربون، ولانه مدفوع فيه عربون ما حدش ينفع ياخده. يقول الكتاب المقدس الذي ختمنا واعطى عربون الروح، يعني اعطى الضمان للاستمراريه في المسيح. تقول لي مدحت هكمل ازاي؟ اقول لك حبيبي في اللحظه اللي بتقبل فيها المسيح مخلص لحياتك يعطى لك عربون الروح، روح الله يسكنك، روح الله يملاك، روح الله اللي هيسكنك ده هيبقى ضامن ثباتك وهيبقى ضامن استمراريتك. تقول لي معقوله؟ اقول لك اه معقوله، هو هيضمن ثباتك. ففي كل مره اكيد تيجي تسقط، تخطأ، تقع، رجلك تزلف اليمين، رجلك تزلف شمال، تكتشف ان الروح القدس يصرخ فيك يا ابا الاب، لان الروح نفسه يشهد. في روميه 8 يقول الكتاب المقدس لان الروح نفسه يشهد فين؟ لو حد من المنيا هين كان رد عليا، لان الروح نفسه يشهد لارواحنا اننا اولاد الله. روح القدس يروح صارخ فيك كده، يقول لك انت ابن لله، يقول لك انت بنت لله. ما ينفعش تعمل اللي كنت بتعمله قبل كده، ما ينفعش تروح المشوار اللي كنت بتروحه قبل كده، ما ينفعش تقعد القعده اللي كنت بتقعدها قبل كده، وتلاقي نفسك في صراع بقى ما بين القديم والجديد فيك، وصراع ما بين العتيق وصراع ما بين الجديد، وتقرر انك تروح تقعد القعده. تقعد القعده يحكوا نفس الكلام، نفس الكلام اللي كانوا بيحكوه في كل قعده، اللي انت كنت بتضحك عليه كل مره، عودانك فيها كرشه كده، انا مش مرتاح للكلام ده، انا مش مرتاح للحديث ده، انا مش مرتاح للحكايه دي، انا مش مرتاح لقاعدين عمال يحكوا عن شفت الوقت غمز لها غمزه رمحت وراه، شفت البنت كانت لابسه ايه، شفت مش عارف الواد عمل، عارفين النوعيه دي من الاحاديث، اول ما تبقى ابن لله تلاقي ودانك مش طايقه تسمعها، تروح تقعدي قاعده تاني. شفتي ياسمين صبري كانت طالعه بحته طعم، ولا جورجينا في زمانها، لا تقول لي كريستيانو ولا ميسي، هو الحكاوي دي كانت زمان، كل ما بسمعها بتبسط، بس اول ما قابلت المسيح انا مش طايقه اسمعها. هو ايه اللي خلاني ما بين يوم وليله احاديث انا عتدت على سماعها والاستمتاع بها لسنوات طويله، بقيت في لحظه مش طايقها؟ حصلت معجزه من الروح القدس في قلبي، اول ما اعطى ليا كعربون غير نوع اللذه. فزمان كانت لذتي في سماع الخطيه، كانت لذتي في قعدات الخطيه، كانت لذتي في مجلس المستهزئين، بس دلوقتي بقت لذتي وانا بسمع ديفيد جاد، وأنا بسمع مدحت رشدي، وأنا بسمع صمويل فاروق، وأنا بسمع ميلر مجدي، وأنا بسمع الدكتور زكريا، والريلز بتاعي على الواتساب، الريلز بتاعي على الفيسبوك والإنستجرام واليوتيوب ما بقاش هلس، ما فيش شباب هلاسة، بس أنا مش هلاس، فيبقى مش الريلزات هلس 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 هلس، بقت الريلزات، الريلز عبارة عن تأمل ورا ترنيمة ورا آية. اتغير اتغير وبقيت بستمتع بالجديد، وده أعظم عطية أعطاها المسيح لنا، أنه أرسل لنا الروح القدس عربون. بس العربون اللي بناخده أول ما نقبل المسيح كمخلص ما إلا 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 بداية صغيرة، نقطة مية انسكبت في قلبي من الروح القدس علشان تعطشني للمزيد من المية. فكل ما تعطش أكتر للروح القدس، كل ما تعطش أكتر للروح الله، كل ما تعطش أكتر للروح الناري، كل ما هذا الروح الناري يفيض عليك. أنا عندي تعبير مقتبس من الأنبا أنطونيوس بحبه جدا. الأنبا أنطونيوس كان دايما يقول لأولاده يا أولاد الأحباء اطلبوا الروح القدس النار الذي طلبته أنا، لأن المؤمن بدون نار الروح القدس كطائر بلا جناح. قال المسيح في يوحنا 7 إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري، قول معايا منين، من بطنه أنهار ماء. كان بيتكلم عن إيه المسيح؟ عن الروح القدس. فالرب يسوع قال لك يا ابني أنا أعلنت عن محبتي في الصليب وأمرت بالفدا والاسترداد، لكني مش هسيبك لوحدك، هدي لك معونة، وأول معونة هديها لك هي الروح القدس. رقم 2 في معونات المسيح لنا هي كلمته. يقول بولس في أعمال 20 والآن أستودعكم يا أخوتي لإيه؟ لله ولكلمة نعمته.
القادرة أن تبنيكم وأن تعطيكم ميراثاً مع جميع القديسين. شباب، الكتاب المقدس ده أعظم عطية تركها لنا المسيح. الروح القدس أشرف بنفسه على كتابة هذا الكتاب على مدار 1600 سنة. ترك لنا خبرات مئات وآلاف البشر، بس هو بيترك لنا خبراتهم، ترك لنا صوابع الله وهي بتحرك الأحداث، وهي بتقود وهي بتنجي وهي بتنقذ وهي بتحرس وهي بتدفع وهي بترسل وهي بتصنع آيات وعجائب ومعجزات. الكتاب المقدس ده كنز للمؤمن، أول ما يقتنيه ويفتحه ويلهك فيه تبدأ أسرار الله تملاه، يبدأ روح الله يملاه. يقول الكتاب المقدس عن نفسه: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين، خارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلبانيات. الكلمة دي هي سيف الروح، أول ما تقتنيها وتمتلكها وتمسكها وتلهك فيها وتقتر عليها، أنت بتمسك سيف لا يستطيع سلاح شيطاني أنه يعرف يهزمك، لأن في إيدك أعظم سلاح في الكرة الأرضية وهو كلمة الله. عشان كده عايز تكمل مع الرب، كل كلمة الله إلهك فيها نهارا وليلا، اقتر عليها. يقول الكتاب المقدس: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة. عايز تغلب شباب وبنات؟ يا ما اسمع التعبير ده من الناس يقولك أصلاً إيماني بسيط. الحقيقة لازم أفرق معاك ما بين حاجتين. لما أسأل حد أسئلة في الكتاب: هو سفر حج بيتكلم عن إيه؟ ملاخي بيتكلم عن إيه؟ رسالة يهوذا بتتكلم عن إيه؟ يقولك لا، ما تسألنيش الأسئلة دي، أصلاً إيماني بسيط. لازم تفرق ما بين البساطة والسطحية. البساطة دي في المسيح يسوع، ده قال بولس في رسالة كورنثوس: لألا تفسد الحي أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. البساطة قصة، وإنك تبقى سطحي قصة تانية. إنك تبقى سطحي سهل يحشك، انك تبقى سطحي في كلمه الله وسطحي في ادراكك لكلمه الله وسطحي في معرفتك للحق الالهي يسهل اصطيادك. اما اذا كنت عميق، جذورك ممدوده لاسفل، جذورك ممدوده لتحت، جذورك ضربه في كلمه الله. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار ولكن طريق الخطاة، لكن في ناموس الرب، في ناموس الرب، في ناموس الرب بيلهج، في ناموس الرب بيصر، في ناموس الرب مغموس. يقول كتاب رسالة كولوسي: لتسكن فيكم كلمة المسيح بإيه؟ اوعى تبقى سطحي. حد انا عايز يكمل مع المسيح؟ انت عارفوا ان الرب ليه الحق في العشور صح؟ حد عارف عشر اليوم كام؟ اليوم كام ساعة؟ 24 ساعة. عشرهم كام؟ عايز تكمل مع المسيح؟ عليك وعلى ده، عليك وعلى ده. هقول تعبير كنا بنستخدمه زمان أيام ما كنت بشتغل مع أبويا، يقول لك البهيمة دي توكمت، فضلت تاكل لغاية ما توكمت وما عندها. حد شاف المشهد ده؟ أنت شفت المشهد؟ كان لغاية ما إيه؟ اتبشمت أو توكمت. أنت منين؟ في بلدنا يقولوا توكمت، في بلدكم باشا. حد سهاج هنا اتكتمت؟ اتلكمت. حد جناوي هنا؟ يبقى نقولهم ورا بعض: اتوكمت، اتبشمت، اتلكمت. حد عايز يزود اسمها ايه؟ اتزكمت. لا دي جديد عليا، دي لانج، دي نوفي، دي اتكب. دي منين دي؟ ده اكسبريشن تاني لنفس المعنى في نفس البلد. ما علينا، ما علينا. عايز تكمل مع الرب يسوع، خلي الكلمة توكمك، خلي الكلمة تعلفك، خلي الكلمة تشبعك، خلي الكلمة تسر قلبك. افضل كل فيها لغاية ما يبقاش عندك طاقة تاكل من أي حتة تانية. يقول الكتاب المقدس: النفس الشبعانة تدوس العسل. فأول ما تشبع بكلمة الله تدوس على العسل. دايس على عسلك أنا بإلهي. ما فيش شبع إلا بكلمة الله. فالمسيح أعطانا معونات، أعطانا روحه وأعطانا
كلمته. بعض الناس يشبهوهم بجناحين المؤمن. المؤمن يتولد لازم يبقى عنده جناحين، الجناح الأول هو روح الله، الجناح الثاني هو كلمة الله، يرفرب بالاثنين يطير. وباطل تنصب الشبكة في عيني كل طول من تطاير فوق يصعب صيدك. حد يقول معايا مين؟ ارفع ايدك كده وقول يا رب انا عايز يصعب صيدي، انا عايز يصعب صيدي. اخر حاجة هقولها بسرعة شديدة، قضاء المسيح. انا مش واخد نص في الكتاب بشرحه، لكن انا مشغول باربع افكار الرب ألح علي ان انا اشاركهم. المسيح احنا بنعرفه النهاردة كمحامي، بس هيجي اليوم اللي نعرفه كقاضي، كمؤمنين وكخطاء. المسيح الآن هو الأفوكاتو، هو المحامي والمدافع عنا، لكن هيجي اليوم اللي نختبر، قولوا معايا كإيه؟ كقاضي. قاضي المين؟ لكل البشر، مؤمنين وخطاة. لكن المؤمنين لهم وقفة والخطاة لهم وقفة. المؤمنين لهم وقفة يتكلم عنها الكتاب المقدس في رومية 14 وفي كورنثوس تانية 5، أمام كرسي اسمه كرسي المسيح. في رومية 14 يقول الكتاب المقدس لأننا جميعا سنقف أمام كرسي المسيح. في كورنثوس تانية 5 آية رقم 10 يقول لنا لابد أن نظهر أمام كرسي المسيح. كرسي المسيح ده خاص بمين؟ بالمؤمنين اللي اختبروا الخلاص. أما الخطاة هيقف وقفة تانية، يقول الكتاب المقدس عنها في رؤية 20 قصاد مش كرسي المسيح، قصاد عرش اسمه العرش العظيم الأبيض قدام كرسي المسيح. اسمعونا مؤمنين، حد هنا اختبر الخلاص؟ اديني تركيزك. لو غاب مشهد وقفتك قصاد كرسي المسيح هتعيش حياة مستبيحة. في يوم من الأيام هنقف قصاد كرسي المسيح عشان نعطي حسابا، والحساب الذي سنعطيه أمام كرسي المسيح غير مرتبط بحجم إنجازاتك، لكن مرتبط ارتباط كلي بتعبك. يقول الكتاب المقدس مش كل واحد هيجازى بقد إيه عمل إنجازات على الأرض. أنا كمدحت كمبشر 100% ربحت نفوس أكتر من ناس كتير موجودين، لأن دي العطية اللي الله ادها لي أن أكون مبشر، والله اداني قدرات وإمكانيات للعطية اللي ادهالي، فالله حسبني بحسب العطية اللي ادهالي كمبشر منبري أخاطب آلاف النفوس للمسيح. فملهاش علاقة بقدي أنا جبت نفوس، ملهاش علاقة قدي أنا عملت أعمال عظيمة. النفوس والأعمال العظيمة مرتبطة بهبات الله وعطاياه للمؤمنين. أما الحساب أمام كرسي المسيح هيكون بحسب تعبك، قدي إيه تعبت لأجل الرب، قدي إيه عشت لأجل الرب. مش مهم كم الإنجازات اللي عملتها. عندنا نموذجين لاثنين مبشرين في العهد القديم، واحد قاعد يكرز 120 سنة ربح 7 وهو الثامن، واحد تاني كرز بخمس كلمات بعد 40 يوم تنقلب المدينة ربح 120,000 نفس للمسيح. أيهما أكرم عند الرب، اللي ربح 120,000 نفس ولا اللي ربح 7 وهو الثامن؟ اللي ربح 7 وهو الثامن، مش اللي ربح 120,000. اللي ربح 120,000 راح متغصب نينوى، اللي ربح 7 عاش بأمانة لمدة 120 سنة يبني في الفلك. فمش مهم قد ايه عملت انجازات. اقعد مع ناس يقولوا ده ما انا عملت وانا سويت. يا عم اللي انت عملته وسويته ده مرتبط بحجم الهبه اللي الله اداها لك. انجازاتك مش بتاعتك. لما بولس قال ننسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام، كان بيتكلم مش عن خطاياه، عن انجازاته. انسى الانجازات، بص لقدام يا مؤمنين. هيجي اليوم اللي نعطي حسابا امام كرسي المسيح. انا عايز أيقظ قلبك وروحك الآن. لو المسيح جه دلوقتي يا مؤمن، مش بكلم خطاة الآن، بكلم مؤمنين اختبروا الخلاص، وبيقولك أعطني حساب وكالتك، جاهز؟ جاهز تقوله أخدت 5 وربحت 5، ويقولك نعم من أيها العبد الصالح والأمين. جاهز؟ جاهز أنك تقوله كنت أمين؟ جاهز تقولي اللي عطية اللي اديتها لي تجرت وربحت بيها؟ هل جاهز لليوم ده؟ لو غاب عن عينينا كمؤمنين، وانا بكلم نفسي، بكلم القسيس، بكلم شباب الخدمه اللي معايا، بكلم الستاف اللي بيخدموا في الميديا، بكلم الشيوخ اللي في الكنيسه، بكلم الشباب اللي اختبروا الخلاص، لو غاب عن عينك مشهد وقوفك امام كرسي المسيح حتما ستحيا حياه مستبيحه، اقل ما يقال عنها حياه عشوائيه.
اوعى تعيش النوعيه دي من الحياه، تخسر كتير جدا. تبقى مؤمن بس مؤمن، انا اسف التعبير ده، مؤمن تافه. رب مش عايزك مؤمن تافه، رب عايزك مؤمن تقيل، مؤمن متمم لمقصد الله لحياتك. المؤمنين سنظهر امام كرسي المسيح، جميعنا سنقف امام كرسي المسيح. اما الخطاه ودي واقفه، انا اصلي باسم الرب يسوع مفيش واحد هنا يوقفها، اصلي باسم الرب يسوع مفيش حد هنا يوقفها. قولوا معايا امين. الوقفة أمام العرش العظيم الأبيض ده أتمنى ما حدش يوقفها. طلع معايا الآد دي عشان عايزها تفضل قدامنا على الشاشة، رؤية 20 آية رقم 11. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء. قصاد العرش العظيم الأبيض يقول الكتاب المقدس إن في محاولة حصلت للهروب، من وجهه هربت الأرض والسماء، في محاولة حصلت أنه عايزين نهرب من وجه هذا الديان العادل. بس بص يقول الكتاب المقدس ولم يوجد لها موضع. أول كلمة عايز أقولها لك أمام العرش العظيم الأبيض، أمام دينونة الرب للخطاة، لا يوجد مهرب. هنا ينفع تهرب من الكنيسة، هنا ينفع تهرب من تبكية الروح القدس، هنا ينفع تهرب من صوت الرب اللي عمال يلحق عليك من أول يوم، بس هيأتي يوم الهروب تنقطع كل محاولات نجاحه. مفيش محاولة هتنجح للهروب قصاد العرش العظيم الأبيض. بس قصاد العرش العظيم الأبيض كمل معايا الآيات اللي بعدها، آية رقم 12. ورأيت الأموات، مين؟ صغار وكبار. عارفين واحدة من معاني كلمة صغار هنا؟ مش بس صغار السن، صغار السن دي واحدة من معانيها، لكن واحدة من معاني كلمة صغار هنا صغار القيمة. يعني قصاد العرش العظيم الأبيض الغفير زي الوزير، الدكتور زي التمرجي، صاحب الشركة زي عامل النظافة اللي في الشركة، قصاد العرش العظيم الأبيض صغار الناس، صغار قامات الناس وكبار قامات الناس، الملوك والعظماء وأيضا الأدنياء، الكل هيقف صغارا وكبارا. بص معايا، صغارا وكبارا واقفين أمام الله. وانفتحت أصفار وانفتح سفرا آخر هو سفر الحياة، ودين الأحياء ودين الأموات مما هو مكتوب في الأصفار بحسب أعمالهم. بص معايا، كل اللي ماتوا وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيها، ودين كل واحد. هقول لك كلمة أخيرة بعدها نصلي، في سببين هيودوا الخاطئ الجحيم. السبب الأول أعماله الشريرة، دين كل واحد بحسب أعماله. لكن السبب الثاني الأصعب أن النور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة. هذه هي الدينونة. أي الدينونة؟ ده كلام المسيح في إنجيل يوحنا. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. يعني هتيجي في يوم من الأيام تقف قصاد كرسي المسيح، سوري، تقف قصاد العرش العظيم الأبيض، وانت واقف قصاد العرش العظيم الأبيض الرب هيروح معدي عليك كده ويقول لك بصي أنا في يوم من الأيام عملت نهضة اسمها نهضة وإياه مصلوبا في كنيسة الإيمان في عزبة العرب، وأرسلت خادم واثنين وثلاثة بنداء واثنين وثلاثة بصراخ واثنين وثلاثة وقفوا على المنبر هنا وقال لك إنه هيجي يوم هو مزمع أن يدين الأحياء والأموات صغارا وكبارا. نادوا ليكي وقدموا ليكي محبة المسيح، نادوا ليك وقدموا ليك الخلاص، وانت قررت انك تبقى غشيم وتقسي قلبك ورفضت. بعت لك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خبطت على باب قلبك، ضيقت عليك عشان تشعر، وانت استمريت في عنادك. بس استمراريتك في عنادك هتنتهي بوقفة مرة قصاد العرش العظيم الأبيض، وساعتها رب هيقول اطرحوهم. بس الطرح ده طرح مر بعيد عنكم، طرح ده في الهاوية. عارفين يعني ايه هاوية؟ يعني الخاطئ يفضل يهوي ملوش قرار، الهاوية ملهاش آخر من تحت، يفضل الخاطئ يشعر بألم الإلقاء انه مرمي من الدور المية، بس مش هيجي اليوم اللي يستقر في قاع هذه الهاوية. الجحيم مر، الجحيم مر، وانا محبش ولا واحد من الموجودين هنا لا صغار ولا كبار تنتهي حياته بالجحيم. والرب يقول لك أنا بعدت لك، أنظرتك، نبهتك، بس أنت أحبيت أعمال الظلمة. بس أنا عايز أنقذك الليلة يا ابني، عايز أنقذك الليلة يا بنتي، أحبكش تقف أبداً الوقفة اللي هتكون قصاد العرش العظيم الأبيض، لكن عايزك تقف في يوم من الأيام قصاد كرسي المسيح. حد يقول معي أمين؟
فالمسيح من أعماله المحبة، الفداء، المعونة، لكن كمان القضاء. خلي الأربع نقط دول قصاد عينك، غمض عينك وصلي معايا. يلا وانت مغمض عينك، انا اصريت ان اختم كلامي بالمسيح القاضي علشان انبه قلبك. هتقف قصاد ايه؟ قصاد الكرسي، كرسي المسيح، ولا هتقف قصاد العرش العظيم الابيض؟ هتقف علشان تعطي حساب عن وكالتك كمؤمن، ولا هتقف علشان تدان كخاطي وتلقى في البحيرة المتقدة بنار وكبريت إلى أبد الآبدين؟ أي وقفة هتقفها؟ أي وقفة هتقف فيها؟ هل هتقف بيقين الإيمان زي ما قال بولس الكلمات العظيمة، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر؟ هل الرب هيهبك إكليل البر؟ هل ليك أكليل يا مؤمن؟ يا بختك يا مؤمن يلي هتقف قصاد كرسي المسيح علشان تنال المكافأة، ولما الرب يقول لك كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. يا بختك يلي هيتقال لك أدخل إلى فرح سيدك. يا بختك يلي هيتقال لك كنت أمين في القليل. يا بختك يلي هيتقال لك كنت أمينة، كنت أمينة في التكليف اللي وضعته على حياتك على الأرض. يا بختك يلي هيتقال لك كنت أمين. أنا بنادي على المؤمنين قبل الخطاة في الكنيسة الليلة وأقول لك عايزك تستفيق لدعوتك. هتزول، اللي انت بتجري وراه واللي انت بتحفى عليه واللي انت هتموت عليه عشان توصل له، هيجي يوم وتحترق الارض بالمصنوعات التي عليها. احذر، احذري، لان تكوم وتحوش وفي النهايه تسيبه وتمشي. ولما تسيبه وتمشي هتكتشف انك اللي حوشته وكوشته قش وعجب. بس يا بختك يا اللي كنست حجاره كريمه، يا بختك، يا بختك يا اللي مؤمن، اللي عشت حياة الإيمان بتقوى ومخافة لله. يا بختك اللي مجدت الله على الأرض. رب يسوع قبل نهاية حياته على الأرض بليلة واحدة قال للآب أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني قد أكملته. أنا بصلي أن المؤمنين اللي وسطينا يجي اليوم اللي يقفوا فيه يقول أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته أتميته. يا بختك صدقني لو وقفت الوقفة اللي قلت فيها للرب أنا عايز أعيشها صح يا رب. معرفش عندي إلحاح شديد من الروح القدس لمؤمنين وسطينا استباحوا في الخطية واستهانوا بحياة الضعف واستقروا فيها. أنا الدعوة اللي جاية اللي هقدمها دي مش هقدمها الناس محتاجة تسلم حياتها للمسيح، بعد دقايق هقدم دعوة الناس تسلم حياتها للمسيح وتوب توبة حقيقية. بس الدعوة اللي جاية اللي أنا عايز أقدمها، عايز أقدمها لمؤمنين شعروا أن حياتهم فترت وضعفت. عايز أقولك لو نفسك الليلة الروح القدس يشعل قلبك ويولع قلبك ويلهب قلبك بنيران مقدسة، عايزك تقوم تقف معايا. عايز المؤمنين اللي اختبروا الخلاص ونفسك الرب يجدد عهوده معاك، يجدد نيرانه المقدسة فيك، عايزك تقوم تقف معايا. وانت واقف معايا غمض عينك كده وقال له رب عايز الروح القدس يرجع يلهب قلبي مرة تانية يا رب، عايز الروح القدس يرجع يشعل قلبي مرة تانية، عايز الروح القدس يرجع يتقد فيا، أكون غير متكاسل في الاجتهاد، حارب الروح، عابد الرب. قول يا رب عايز أنهي أزمنة الكسل. توب يا مؤمن، توب يا مؤمن، توب يا مؤمنة، توب عن أزمنة الكسل والتراخي والرساء للنفس. توب، قدم توبة حقيقية أمام الرب الآن. صوته لسه بيندم من سنين، تعالوا إلي يا كل المتعبين. صوته لسه بيندم من سنين،
تعالوا إلي يا كل المتعبين. لو تعبا عنده الشفاء لأي جرح وأي داء، وامضى حلمك يوم وتاء هتلاقي نجاة. لو يأسا من نفسك روح قل له يا ابويا انا عندي جروح، مستنيك تيجي وبالروح تديني حياة. لو تعبا عنده الشفاء لأي جرح وأي داء، وانضى حلمك يوم وتاء هتلاقي نجاة. من نفسك روح قل له يا ابويا انا عندي جروح، مستنيك تيجي وبالروح تدينا حياه. يسوع مريح التعب، بيحول الكآبة لأغاني وأفراح. يسوع مريح التعب، والناس الغلابة بيحول الكآبة لأغاني وأفراح. صوته لسه بينده من زمان، مين محتاج لسلام محتاج لأمان. صوته لسه بينده من زمان، مين محتاج لسلام محتاج لأمان. لو تايه مش لاقي طريق كل حياتك بحور الدنيا غريق في تعب وسراب، لو بتدور من سنين بدل الأنين، لو نفسك ما تكونش حزين افتح له الباب. لو تايه مش لاقي طريق كل حياتك هم وسط بحور الدنيا غريق في تعب وسراب، لو بتدور من سنين، لو نفسك ما تكونش حزين افتح له الباب. يسوع مريح التعب، يسوع مريح. بيحول الكآبة لأغاني وأفراح، يسع مريح التعب، والناس الغلابة الكآبة لأغاني وأفراح. يلا وانت مغمض عينك ارفع ايدك معايا لو نفسك تدي حياتك للرب يسوع الليلة. يلا يلا اللحظات اللي جاية دي وانت رافع ايدك ثق ان الرب يسوع المسيح موجود هنا علشان ينقذك من الوقفة قصاد العرش الابيض العظيم، قصاد عرش الدينونة. يسوع هنا موجود علشان ينقذك من نيران الجحيم، علشان يسترد نفسك الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. شباب الخدمة هيتحركوا يصلوا معاك، وخدام الكنيسة هيتحركوا يصلوا معاك ومعاك. يلا وانت بتصلي اصرخ للرب يسوع، احنا الليلة الأخيرة في النهضة، الليلة الأخيرة لوجودنا هنا، بس دي ليلة بداية للرب معاك، دي ليلة بداية لأعمال الرب العظيمة اللي ينقذ نفسك من الأسر، اللي يحلك للخير، اللي يفدي من الحفرة حياتك، يفدي من الحفرة حياتك، يفدي من الحفرة حياتك. يلا اصرخ للرب يسوع المسيح الليلة بتوبة حقيقية، بصرخة قلب حقيقية. اصرخ للرب صرخة حقيقية وانت بتقول له انقذني يا رب، انقذني يا رب، انقذني يا رب، انقذني. انا تعبت من حياة
مليانة سلب، مليانة نهب، مليانة أسر، مليانة قيود شريرة، مليانة ربط وعادات شيطانية. يلا تعال أصرخ من قلبك للمسيح الليلة، تعال أصرخ من قلبك للمسيح، وما تتكسفش إنك تبكي أمامه، ما تتكسفش إنك تطرحي نفسك أمامه. هو فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، يفدي حياتك الليلة ويفدي حياتك الليلة، ينقذك من أسر الشرير لو صرخت لي بعمق قلبك. يلا أصرخ للمسيح، يلا أصرخ للمسيح، يلا نادي على الرب يسوع، يلا نادي عليه بعمق قلبك، نادي على الرب بعمق قلبك، نادي على الرب بعمق قلبك. طلبنا الرب إلهنا، طلبناه فأراحنا، صدقني هو موجود هنا علشان راحة نفسك، علشان يفدي من الحفرة حياتك. يلا صلي، يلا غمض عينك وصلي واطلب المسيح، اطلب المسيح بتوبة حقيقية، اطلب الرب بتوبة حقيقية، بصرخة قلب حقيقية. يلا يا شباب يلا صلي من قلبك، افتدي عمرك وأيامك، المسيح يفتدي عمرك وأيامك، المسيح ينقذ عمرك وأيامك، المسيح ما عينكش للهلاك ولا عينك للموت، لكن عينك للحياة الأبدية، عينك للخلاص. يلا صرخ من قلبك للمسيح الليل، يلا من قلبك نادي على الرب، من قلبك نادي على الرب، من قلبك نادي على الرب. صدقني صدقني هيعمل معجزة معاك، صدقني هيغير قلبك، هيعطي عربون الروح في قلبك، هيدي عربون الروح في قلبك، هيدي لك اللي هيضمن ثباتك ويضمن استمراريتك ويضمن غرسك ككرمة، غرسك في بيت الرب، غرسك في محبة المسيح، هيغرسك ويأصلك في محبته، فهتثمر وهتكمل وهتنمو. الشيطان اللي عمال يقولك مش هتكمل كذاب، صدقني الكتاب علمنا ان الشرير الشيطان كذاب وابو كل كذاب. اوعى تصدق كلماته، اوعى تصدق اكاذيبه، اوعى تصدق اتهاماته البطلة على الله انك مش مهم بالنسبة له، لكن صدق الليلة محبة المسيح اللي ظهرت في الصليب، ليس لأحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه من اجل احبائه. مفيش لحد، ما حدش عبر عن نوع ده من المحبة، محبة البشر ما شافوهاش قبل كده. من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. محبة المسيح تحصرك الليل. الله تعالى افتكر الصليب وثبت عينك على الصليب اللي ظهرت فيه محبة الله. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحبائه. هو مش شايفك عدو بالمناسبة، هو مش شايفك غريب بالمناسبة، انت ابن، انت غالي، انت مكرم، صرت عزيزا في عيني مكرما، بأعمالك قررت تعديه، وبأعماله قرر انه يصنع اعظم مصالحة معاك من خلال دمه وخلال صليبه. اوعى تضيع الفرصة دي من فضلك. اشعر بإلحاح شديد من الروح القدس، رب يقولك اوعى تضيع الفرصة دي من ايدك، اوعى تضيع فرصة التوبة من ايدك، اوعى تضيع فرصة الخلاص من ايدك، اوعى تضيع فرصة ان عمرك كله يتكتب له حياة جديدة من ايدك. فرصتك في ايدك الليلة، الفرصة معاك الليلة، الفرصة معاك الليلة، استغلها ونادي على الرب بتوبة. قل له اخطأت عوبت المستقيم ولم اجاز عليه، لكن انت فديت نفسي من العبور الى الحفرة. صدقني هو موجود هنا علشانك، موجود هنا علشانك. يا بختك لو صرخت إليه من عمق قلبك وانت بتتوبي وتقطعي، اقطعي الليلة العلاقات النجسة اللي في حياتك، اقطع الليلة ارتباطك بمملكة الظلمة، اتسلبتي واتنهبتي واتضحك عليكي واتخدعتي واتحبيتي محبة شهوانية، أول منالك داسك، بس الرب الليلة عنده محبة مضحية، عنده محبة باذلة، عنده محبة كاملة، عنده محبة حقيقية. اطلب المسيح الليلة من عمق قلبك، كمل صلي حتى أثناء ما الترنيمة اللي جاية دي هيرنمها أخويا ديفيد، كمل صلي واطلب المسيح الآن. تعالى 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 إلي الآن، تعالى 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 إلي الآن. أنا بخطاياي أشيلك وبتوبة قلبك
هسأل سؤال وركز في السؤال ده. لو انت نفسك الليلة حياتك تتغير بالكامل، لو شايف انك ما زلت خاطي تحتاج الى دم المسيح يغسلك ودم المسيح يحررك ودم المسيح يبررك، عايزك وانت مغمض عينك في اللحظات اللي جاية ارفع ايدك معايا للسماء، ارفع ايدك لو نفسك الليلة تتغير تغيير حقيقي، لو نفسك الليلة المسيح يحط ايده في قلبك وينزع القلب القديم الشرير ويزرع مكانه قلب جديد، قلب مليان بفرح الروح القدس وسلام الروح القدس. يلا وانت رافع ايدك للرب ابدأ صلي من عمق قلبك صلواتك الخاصة. بعد دقايق هصلي صلوة صليها وراي، بس في اللحظة اللي انت رافع فيها ايدك ومغمض عينك قصاد الرب، اللحظة اللي قلبك وعينيك وجسدك متثبتين على الرب، اصرخ صرخة قلبك انت، اصرخ صرخة قلبك وانت بتنادي عليه وانت بتقول يا رب كفاية السنين اللي ضاعت من عمري، كفاية الايام اللي راحت من حياتي وانا غريب عنك وأنا غريب عن محبتك وأنا غريب عن أبوتك وأنا غريب عن حضنك، كفاية السنين اللي ضاعت من عمري، كفاية السنين اللي ضاعت من أيامي بالاسم ليك بالقلب بعيد عنك وغريب عنك، ردني ليك الليلة يا رب. يلا وانت رافع ايدك استأذنك كمل صلي، قوله رد قلبي، قوله رد نفسي ليك الليلة يا رب واغسلني بالدم، صدقني الآية اللي ذكرناها الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، يغسل قلبك بالدم، يغسل قلبك بالدم الليلة، يغسل قلبك بدمه الليلة، يغسلك من خطاياك. تقولي أخ مدحت أنا عملت خطايا يستحيل تغفر في يوم واحد، أقولك في يوم واحد ويسوع معلق على عود الصليب غفر خطايا كل البشرية، فالدم اللي سفك في يوم واحد على عود الصليب نافع أنه يغفر خطاياك الليلة، نفع أنه يغير حياتك الليلة، نفع أنه يبررك الليلة، نفع أنه يحررك الليلة، نفع أنه يهبك حياة أبدية، نفع أنه يهبك الفرح والسلام اللي بتدور عليه من سنين طويلة، نفع أنه يريح قلبك المعذب، نفع أنه يدي راحة لقلبك المضطرب والمنزعج. صدقونا يا شباب ويا بنات، دم المسيح ده
دم بيتكلم، دم رش يتكلم أفضل من هابيل. دم بيتكلم بلغة مليانة محبة، لغة مليانة قبول. دم المسيح دم بيتكلم. يلا أستأذنكم مرة كمان، اللي قاعد يقف معايا عايز أصلي صلوة جماعية لكل الموجودين. يلا كل اللي موجودين ونفسك تسلم حياتك للرب يسوع الليلة، عايزك تغمض عينك وترفع ايدك معايا للسماء، قول وراي الكلمات اللي جاية دي. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا جاي لك الليلة، أنا جاي لك الليلة بتوبة حقيقية، بتوبة حقيقية. اغسل قلبي بدمك، اغسل قلبي بدمك، طهرني من خطاياي، طهرني من خطايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، أنا جاي لك الليلة، أنا جاي لك الليلة، عندي إيمان، عندي إيمان إنك تغيرني، إنك تغيرني، تغسلني، إنك تغسلني، توهبني حياة جديدة، توهبني حياة أبدية. حياة أبدية. أؤمن يا رب يسوع، أؤمن يا رب يسوع، إني من اليوم، إني من اليوم خليقة جديدة، خليقة جديدة، إنسان جديد، إنسان جديد. الأشياء العتيقة، الأشياء العتيقة قد مضت، قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، هو ذا الكل قد صار جديدا. الكل جديد من الليلة، الكل جديد من الليلة، الكل جديد من الليلة، الكل جديد من الليلة. كل خطية، كل خطية، كل قيد، كل قيد، كل ربط شيطانية، كل ربط شيطانية تتكسر عني، تتكسر عني بدم يسوع المسيح، بدم يسوع المسيح. أؤمن بقوة دم يسوع، أؤمن بقوة دم يسوع، قوة محررة، قوة محررة، قوة شافية، قوة شافية. أؤمن باسم يسوع، أؤمن باسم يسوع، إن ليا فداء، إن ليا فداء، استرداد، استرداد لكل اللي اتسلب، لكل اللي اتسلب. عايزك في لحظات مغمض عينك، عايز أصلي باسترداد لمشاعر مسلوبة، استرداد لفرحة مسلوبة. عايز أصلي الناس كتير موجودين هنا سلب فرحهم منهم، واللي خيم عليك وعلى حياتك هو الحزن. لو أنت واحد من الناس اللي مسلوب فرحك وسلامك، عايزك ترفع ايدك معايا لحظات. عايز اصلي باسم الرب يسوع الفرح والسلام المنهوبين ومسلوبين منك ومنزوعين من حياتك يتم ردهم ليك الليله في اسم الرب يسوع. اؤمن يا رب يسوع كل اسباب للحزن، كل اسباب للنكد، كل اسباب للخوف في اسم الرب يسوع المسيح. اؤمن يا رب فدا وحريه، فدا وحريه، فدا وحريه. اؤمن ان في شباب واباء، في حتى اطفال وشابات صغيرين هنا، الرب يرد ليك فرحك مرة تانية، رب يرد ليك فرحك مرة تانية، رب يرد ليك فرحك مرة تانية. سأراكم أيضا وتفرح قلوبكم. أنا أؤمن أنه باسم الرب يسوع فرح الرب هو قوتك الليلة. عايزك تصلي معايا بصوت عالي وتعلن أن الرب يرد لي سلامي، رب يرد لي فرحي، رب يرد لي سلامي، رب يرد. أنا أشعر بهبة كده من الروح القدس، أشعر بزيارة من الروح القدس، أشعر بيمين الرب بتتحرك لأجل استرداد نفوس هنا اتسلب تحت روح الحزن وتحت روح الانزعاج، تحت روح الاضطراب، تحت روح الخوف في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب أصلي كمان لكل حد هنا اتسلبت مشاعره، اتسلب قلبه، اتسلب أمانه. أصلي استرداد يا ابن الله الحي. عايزك وانت بتصلي لو شعر ان مشاعرك سلبت بأي طريقة ما، بغدر أو خيانة أو خداع، عايزك تحط ايدك على قلبك وتثق ان الفدا يصل لقلبك الليلة، ورب يرد لك مشاعرك اللي اتسلبت، قلبك اللي اتكسر، قلبك اللي اتحطم بسبب غدر اتعرضت ليه، بسبب فراق اتعرضت ليه، بسبب خيانة اتعرضت ليها. أنا عايز أصلي باسم الرب يسوع استرداد للقلوب المكسورة الليلة يا رب، استرداد للقلوب المكسورة الليلة يا رب. لو أنت تثق في قوة دم الرب يسوع، حط إيدك على قلبك، قول يا رب كل اللي اتسلب من قلبي أنت ترده، كل اللي اتسلب من مشاعري أنت ترده، كل اللي اتسلب من أحشائي يتم استرداده الليلة. كل مرة اتخدعتي، كل مرة اتضحك عليكي، كل مرة اتلمست لمسات غير مقدسة أهانت جسدك، أؤمن إن في قوة للفدا الليلة، أؤمن إن قوة الفدا ترد جسدك، ترد طهارة جسدك، ترد عفة جسدك مرة تانية. كل مرة إبليس خدعك بعلاقة غادرة، علاقة مؤذية، علاقة سامة، أؤمن إن قوة دم الرب يسوع المسيح تنصب القلوب المكسورة، تسترد القلوب المكسورة الليلة في اسم الرب يسوع. عايزك تقول كلمات الترنيمة اللي جاية دي وأنت واثق ومليان إيمان. ده علي وسكتك من كتر شعري سكتك،
عن عيني مخفية، قربتني وببعدك يا إلهي، نار محبتك جوايا مطفية، تنده عليا وسكتك من كتر الشر سكتك، عن عيني مخفية، قربت ليا وببعدك يا إلهي، نار محبتك جوايا مطفية، اتصرف انت يا رب في سابني والهم عذبني وتعبني، من يوم ما سبتك فرحي سابني والهم عذبني وتعبني، الراحة فيك الراحة فيك، كترت عاداتي وشهواتي وخطاياي، قلت قوي وقفت صلاتي وأقول كفاية، أرجع أتوب ألقى الذنوب تجري ورايا، يا رب صلح للعيوب خليك معايا، هات ايديك امسك ايديا، اتصرف انت يا رب فيا، شيل الغشاوة من عيناي، اتصرف انت يا رب فيا، شيل الغشاوة من عيناي، يلا اطلبها من قلبك، رجعني يا رب، رجعني ليك، رجعني لحظات جاية وإحنا بنصلي، عايز أصلي إن يحصل انفصال بينك ما بين أي علاقة بمملكة الظلمة، أي أبواب مفتوحة على مملكة الظلمة تتقفل، عايزك افتح عينك وبصلي لحظات، عايزك تصلي الصلوة اللي جاية دي بوعي، لو حد بيصلي مع حد كمل صلي، مالكش دعوة بكلامي، عايز أصلي تتقفل الأبواب. يعني إيه تتقفل الأبواب؟ يعني في باب علاقة مفتوح أنا بصلي الليلة إنه يتقفل وأخذ قرار إنه يتقفل، في باب في شغلي من السلب والنهب مستمر، أقف قصاد الرب أقول يا رب باب السلب اللي مفتوح على شغلي ده يتقفل وتتفتح أبواب البركة، في باب لخطايا معينة مفتوح مش عايز يتقفل في بيتي،
في باب لخصومة والنزاع مفتوح على البيت والبيت في انقسام بشكل مستمر. ما نرتاحش يومين ثلاثة إلا وتتجدد بوابة للخصومة مرة تانية. أنا عايز في اللحظات دي أقف معاك وأصلي إن أبواب الشرير المفتوحة على حياتك تتقفل، المفتوحة على حياتك، على بيتك، على عيلتك، على نفسيتك. تقول لي مدحت أنا ما بلحقش أفرح يومين ثلاثة ولاقي سبب بسيط تافه جدا خلاني رجعت اكتئبت مرة تانية. في بوابة من الاكتئاب مفتوحة، في بوابة من الحزن مفتوحة. تقول لي مدحت أنا واحد من الناس اللي دايما أتظلم، دايما يقع علي ظلم. وأنا عايز أصلي أكتر من ثلاثة موجودين في الاجتماع ده بيتعرضوا لظلم مستمر، عايز أصلي إن البوابة الشيطانية دي تتقفل. اللي اتظلم واحد يسوع، هو ظلم علشان إحنا يرد لينا كل اللي اتسلب وكل اللي اتاخد. والكتاب لا يدع إنسانا يظلمهم بل وبخ ملوكا من أجلهم. فكل بوابة مفتوحة على مملكة الظلمة أصلي معاك إنها تتقفل باسم الرب يسوع. حد يقول معي أمين؟ أبواب فشل متكررة، أبواب خسائر متكررة، أبواب علاقات فشلة متكررة، أبواب خطوبات فشلة متكررة. عريس يجي ما يكملش ويمشي، عريس بعده يجي ما يكملش ويمشي، والباب ده فيه شرير قاعد عليه. عايزك الصلوة اللي جاية دي تصليها وانت واعي تماما ايه اللي العدو في حياتك حاطط ايده عليه، وعايز الباب ده يتقفل بينك ما بين مملكة الظلمة. بنستخدم ايه القفل الابواب دي؟ بنستخدم دم الرب يسوع المسيح. اروح ماسك الدم كده واروح رشه على القائمتين، على العتبة العليا، فالمهلك لا يدخل الى حياتي، لا يدخل الى حياتي. حد يقول معايا امين؟ يلا غمض عينك معايا لحظات، عايزك ترفع ايدك معايا واعلن معايا بقوة الدم يترد المسلوب، بقوة الدم تخلق الأبواب المفتوحة على مملكة الظلمة. أبواب الخسائر تتقفل، أبواب الحزن تتقفل، أبواب الاكتئاب تتقفل، أبواب الظلم المتكرر تتقفل، أبواب العلاقات الفاشلة المتكررة تتقفل، أبواب الاستنزاف تتقفل، أبواب القهر والظلم تتقفل، أبواب الخسائر في الشغل تتقفل، أبواب الخصومات والنزاعات في البيوت والانقسام في البيوت يتقفل. يلا عايزك تبدأ تصلي معايا، مالكش دعوة بكل اللي أنا بصليه ده، بس أنت أقف قصاد الرب على الباب اللي الشرير حاطط إيده عليه وقول له يا رب اقفل هذا الباب، اقفل هذا الباب. يقول كده الكتاب المقدس أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وأنا عايز أكد ليك الوعد، الكتاب اللي بيقول كل ما حللتمونه على الأرض يكون محلول وكل ما ربطتموه يكون مربوط. وأنا الليلة بحل البركة ليك، وأنا الليلة بحل البركة ليكي، وأغلق باسم الرب يسوع المسيح أبواب الموت وأبواب المرض المتكرر وأبواب اللعنة تغلق حاجز بينك ما بين مملكة الظلمة. عايزك ترفع إيدك عالي كده وابدأ صلي الصلوة دي، قول بحط الدم حاجز بيني ما بين مملكة الظلمة. هنرنم بعض لحظات دمك على أعتابي، بس عايزك تصليها قبل ما ترنمها. لو انت صاحب شغل حط الدم على اعتاب الشغل، لو انت اب حط الدم على ابواب البيت، لو انت طالب حط الدم على ابواب تعليمك، لو انت موظف حط الدم على ابواب وظيفتك، لو انت ام حط الدم على ابواب بناتك واولادك. حط الدم فاصل الليله وامر الليله العدو انه يرجع يرتد وما يكونش لي نصيب ولا سلطان ولا حق ولا ذكر فيك في اسم الرب يسوع المسيح. عايزك تقول معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي وانت بتهتف بكل قوة، دمك على أعتابي، دمك على أعتابي يلي دفعت حسابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفي، أنا مديون لجراحك جلداتك وصراخك، جيت وديتني صباحك وبدمك غطي. دمك على أعتابي، كان حقي وعقابي شلت انت ووفيت، جلداتك وصراخك جيت وعدتني صباحك وبدمك غطيت. ليك المجد وليك القوة ليك كل السلطان.
كل السلطان يلي مراحمك سندت جوا وديت اطمئنان وسط الليل الدامس ايوه وجودك لامس تيجي بصوتك هامس انا جنبك لا تخاف تبعت رحمه وخير وجهك لما يسير يطرد كل جفاف وسط الليل الدامس انا جنبك لا تخاف تبعت رحمه وخير وجهك لما يسير يطرد كل جفاف ليك المجد وليك القوه لكل السلطان يلي مرحمك سند القوه واديت اطمئنان واديت اطمئنان وسط حروب وغياب تفتح انت الباب تبعت ليا غراب وتكفي وتشوف يلا مع بعض يا شعب الرب اصلك وسط حروب وسط حروب وغياب تبعت لي غراب وتكفي وتشوف رغم المستحيلات تيجي باستجابات وتعدي الازمات اصلك غير محدود ليك البك وليك القوه لكل السلطان يلي برحمك سندت قوه اطمئنان ليك المجد وليك القوة كل السلطان يلا نعلن مع بعض دم الرب يسوع دمك على اعتابي يلا بصوت اعلى شلت انت ووفيت انا مديون لجراحك جلداتك وصراخك جيت وديتني صباحك وبدمك غطيت دمك على عتابي يلي دفعت حسابي كان حقي وعقابي انا مديون لجراحك شلتاتك وصراخك جيت وديتني صباحك وبدمك غطيت ليك المجد وليك القوه لكل السلطان اديت اطمئنان ليك المجد وليك القوة لكل السلطان يلي مرحمك سندت جوا واديتني اطمئنان هللويا رائع جدا يا شباب لأجل نفسكم الطويل الجميل الحلو وانتم مصرين كده تيجوا قدام ربنا عشان تتغيروا وتتشكلوا وان انتوا بتاخدوا قرار ان انتوا تعيشوا للرب قد ايه انا بشكر الرب اجل هذه الايام اللي الرب فاض من جوده واحسانه علينا كمنطقه وعلى الشباب احنا في نهايه الاجتماع عايزين نشكر الفريق الجميل سهام بيد جبار تعال نحييهم قوي قوي ونقول لهم بنرحب بيكم تيجوا تزورونا تاني مره واثنين وثلاثه واربعه بشكر الرب اجل اخويا ويعني الجميل الحلو اخويا مدحت زار الكنيسه هنا من 7 سنين لما جينا جديد ودي كان بيحب الشباب وله خدمه قويه جدا تعال نحيي رجل الله الخدمه الحلو بشكر الرب اجل اخويا ديفيد جاد الصديق للكنيسه ودايما بنشوفه في الكنيسه وكل مره احنا بنتبارك بيه تعال كمان نحييه بحيي كمان يعني شباب قناة الكرمة والمصورين والمجهود والتعب لما كنت بقول في البداية وصار اسم الرب مشهور الشباب سهام بيد جبار الشباب الحلو سجدوا كتير قوي في الأرض هنا كانوا بيقروا الكلمة وبيلهجوا في الكلمة وهم في الطرقة وهم في الشارع وهم في المكان طلعوا مجموعة مع بعض وقالوا احنا هنزور أهاوي قلت ربنا يسترها يعني والوحديهم كده ما معهمش اي حد خالص من الشباب بتوعنا لكن حقيقي ما سابوش بيت ما سابوش شارع
كنا بنتقابل مع بعض وهما متحمسين ان هم يخدموا، كان بيعدوا عندنا تحت الدائري وادي ظل الموت، انا مسميه تحت الدائري ده وادي ظل الموت. حقيقي لو واحد عنده نفس وشويه ضيق يعني او نفس شويه عنده خنقه ولا اي حاجه يوصل بمعجزه. زوجتي كانت بتقول له تتصل بيا كل شويه وتقول لي ايه احنا هنعدي تحت النفق تعالى خدني بالعربيه لازم اوديها بس بترجع بتوك توك. لكن حقيقي انا بحيي الشباب دول قواوي، تعال حييهم قوي، حقيقي كلهم ابطال. فرقتوا جدا معايا، يعني فرقتوا جدا معايا. اشكر رب اجل شباب الكنيسه والناس اللي كانوا بيتحركوا في الزيارات، عن حي شباب الكنيسه، حيوا بعضكم البعض. بكره احنا بكره عندنا اجتماع شباب الساعه 7. اخواتنا الحلوين دول انا مش عارفه بكره نيجي ازاي، يعني ما نلاقوكوش. انا حاسس كده بكان هبقى وحيد، وفين الجو الحلو ده والكنيسة مليانة وشباب طالع وشباب نازل، مش عارف تقعدوا معانا ولا ايه يعني. بكرة يبقى أعظم بنعمة الله، عندنا اجتماع الشباب الساعة 7، اجتماع إعداد الساعة 4. يوم الحد لازم نيجي برضو بالليل الساعة 7:30، ان احنا عندنا 23 مجموعة داخل الكنيسة بعيدة عن الاجتماعات، 23 مجموعة. كنت بقول من ضمن التحديات في سنة 2025 هيبقى عندنا 50 مجموعة بعيد عن الاجتماعات، وغالبا كده احنا عددنا كتير قوي قوي. لازم اسمك يتحط في مجموعة، ولازم اسمك يتحط جوه ايه؟ جوه مجموعة. لازم تيجي بكرة اجتماع اعداد الساعة 4، وكمان تيجي اجتماع الشباب الساعة 7 بنعمة الله. تعالوا نقف للختام واحنا بنشكر الرب لأجل الأيام الجميلة، لأجل عزبة العرب والمنطقة اللي حوالينا، وكل أرض الشباب داسوها، وكل خدمة سمعناها دي النهاردة. خدمة اليوم فرقت جدا جدا معنا، معايا أنا شخصيا. كلمة الرب النهاردة اللي الرب بيحبنا، قدم نفسه لأجلنا يا شباب. خلاص احنا خدنا قرار النهاردة، خدنا قرار أول امبارح وامبارح والنهاردة، الرب بيأكد. وانا عارفك ان انت سلمت حياتك للرب، ارجوك ابعد عن كل حاجه كانت بتبعدك عن الرب. روح البيت وفكر بطريقه مختلفه، امسك الكتاب زي ما كنا بنسمع النهارده، خلي الكتاب يبقى صديقك. كمل مع الرب وصدق ان الرب هيكمل معاك بامور عظيمه، انت تبقى خادم للمسيح وتبقى خادمه للمسيح. كمان بصلي ان يبقى شباب الكنيسه هنا مجموعه تخرج منهم يبقوا مع اسهام بيد جبار، وتبقى مجموعه كبيره من الاولاد والبنات ويكونوا بيخدموا ويتعلموا وكمان يكونوا بيكرزوا في ملكوت الله. يا رب انا بشكرك انك الوحيد اللي تضمن يا رب تاثير الكلمه. اشكرك زي ما كنا بنرنم دمك على اعتاب يا رب، دمك على كل كلمه احنا سمعناها، ودمك على كل حياتنا يا رب. اشكرك اجل الشباب اللي يا رب اللي باركونا يا رب في الايام دي. اشكرك اجل كل شاب فتح قلبه ليك يا رب. اشكرك انك دايما بتسمع لينا، واسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير، في المسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد. والآن نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا، تدوم فينا من الآن وإلى الأبد. أمين.